بص طلعوني صفحة 30 النهاردة. بص بقى هنبتدي نتكلم كله بصص يا حبيبي على تاني حاجة في طايف فور. انتوا قفلتوا المروحة دي؟ انا عمال اتكلم كده مش هينفع كده. لا لا ثواني انا احلها لك والله دلوقتي. جرب الفيشة عارف اللي بيحكي فيشة حسين. حط الفيشة بص شيل. انا انتوا حطيتوا موبايلات يا اخويا حسن بس لا شيل اللي بتاع من الموبايل ده ولا اي واحد. هو في ثلاث موبايلات هنا اصلا. لا شوف بس ما اي فيشة ماشي بتاعت البروجيكت واي لا ده شال الموبايل اللي بيشحن كده. لا خلاص كده خلاص. كان في موبايل مين اللي بيشحن ده؟ لا ده بتاع مين ده؟ ده بتاع كيمو ده. خمسايه كده ونقفل المراحل يلا يا جماعه. بص احنا خدنا الحصه اللي فاتت اول باثولوجيكال افكت من الايه السلم الديدي اللي هو كان السوبر انتيجين. ها وفاكرين يا حبايبي قلنا ان السوبر انتيجين ده ممكن يموتك من حاجه اسمها سيبتك شوك صح؟ النهارده بقى هنتكلم عن ايه؟ عن باثولوجيكال افكت تاني اسمه تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي. يلا لا خلاص يا جدعان وليد يلا يلا بالراحه. قعدتوا ساكتين 7% هنكون مخلصين شرح والداتا شو قصير هم 10 دقايق ارجوكم يلا بصوا بس اقعدوا ساكتين دلوقتي. اول حاجه بقى احنا اول مره ناخد كلمه هايبر سنسيتيفيتي فلازم نعرف يعني ايه هايبر سنسيتيفيتي. بص يا حبيبي هايبر سنسيتيفيتي معناها ايه؟ اكزاجيريتد اميون ريسبونس. حد يكتب دلوقتي يعني اميون ريسبونس مبالغ فيه فيؤدي الى سيلف تيشو دامج. طبعا انتوا عارفين المفروض الاميونيتي ما تعملكش سيلف تيشو دامج. لو حصل exaggerated immune response ممكن يؤدي الى ايه؟ سيلف تيشو. طب السؤال بقى احنا عندنا في الطب اربع انواع من الهايبر سنسيتيفيتي تايب 1 و2 و3 و4. اول ثلاثه السبب فيهم انتي بودي يبقى الانتي بودي هو اللي بيعمل لك الدمج. طبعا احنا لسه ما خدناش الهيومورال اميونيتي فاول ثلاثه دول هناخدهم مع الهيومورال اميونيتي. النهاردة بقى هناخد النوع الرابع اللي هو مرتبط بالسلم الديدي الاميونيتي. اكتبولي بقى كلمة هايبر سنسيتيف في العنوان معناها ايه؟ العنوان عندك اسمه تايب 4 هايبر سنسيتيف معناه exaggerated immune response leading to self tissue damage exaggerated immune response leading to self tissue damage. ده انت قلت سلم دي بنتكلم على هايبر سنسيتيف بوجه عام يا مؤمن بوجه عام سواء انتي بودي او سلم دي. طيب بصوا لي بقى دلوقتي يا حلوين المفروض تايب 4 ده كنتوا تاخدوه كاملا في الباثولوجي. لو كنتوا خدتوا لا انتوا خدتوا جزء منه. لو كنتوا خدتوا حاجه اسمها تي بي وجرانيلوما كان الصفحتين دول هنقعد فيهم ربع ساعة بالكتير. لكن للأسف عشان معظمكم لسه ما خدوش فهنضطر يا جماعة هنضطر أديكم مقدمة بس إن شاء الله هتطلعوا فاهمينها وتفهموا منها الباثولوجي بقى لما تاخدوها. فالمقدمة دي مش عايز حد يكتب أي حاجة وراي بعد ما أخلص المقدمة أنا همليها لكم ماشي. فمش عايز حد يكتب لي أي حاجة كله يبص على الصفحة هي دي اللي هتفهمنا الصفحتين دول. بصوا اول حاجه يا حبيبي في ايتم مشتركه في تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي نمبر 1 في تايب 4 بيحصل اكسس ستيميوليشن للتي هيلبر 1 فاكرين التي هيلبر 1 اللي هي الخليه الرئيسيه في السلم الديدي فساعتها قولوا لي هي هتطلع انترفيون جاما كتير ولا لا؟ وما دام طلعت انترفيون جاما كتير مين الخلايا اللي يحصل لها اكسس اكتيفيشن؟ الماكروفاج اسم الله عليكم فهيؤدي الى ايه؟ انفلاميشن وتيشو دامج. يبقى دي اول حاجه موجوده في تايب 4 محدش يكتبها يعني. تاني حاجه بقى الدور اللي بتلعبه السي تي ال فاكرين السي تي ال بتتعرف على خليه عليها ام اتش سي كلاس 1 وفي حاجه جواها صح؟ طيب الحاجه اللي جوه الام اتش سي هنا في تايب 4 ثلاث انواع
ممكن يكون جواها انتراسيلولار بكتيريا زي التي بي. مش التي بي ده اشهر انتراسيلولار بكتيريا. ممكن كمان يكون جواها حاجه اسمها هابتن. هناخدها النهارده. ما خدناش احنا يعني ايه هابتن؟ هناخد جزء منها. سمعت انكم سمعتوا عنها في الفايل بس هشرحها اكتر النهارده. تالت حاجه ممكن يكون جواها سيلف بيبتايد. سيلف بيبتايد بتاع حضرتك. يبقى السي تي ال لما هتشتغل في تايب فول هتشتغل على خليه بتاعت حضرتك عليها احد الثلاث حاجات دول، يا اما الانتش بتاع الانتراسيلولار بكتيريا، يا اما الهابتن، يا اما حاجه اسمها ايه؟ سيلف بيبتايد. جميل؟ نكمل كل دي مقدمه، محدش بص ورايا خالص. تالت حاجه دايما هنلاقي في تايب فول كلمه بتتكرر، اقول لك ايه؟ ريكروتمنت اوف سيلز. قولوا لي مش خدناها دي؟ فاكرين ريكروتمنت يعني ايه؟ اجريجيشن. قولوا لي بقى هو احنا بنجيب الخلايا من البلاد فيسل ازاي؟ خدناها هي عمليه سيتوكاين. تعالوا بقى نفتكر، مش الماكروفيج بتطلع تي ان اف الفا وانترلوكين 1 مش دول بيعملوا فازو دايلاتيشن وبالتالي يعمل لك ريكروتمنت؟ تاني حاجه بقى التي هيلبر 1 نفسها، مش احنا اكتشفنا انها بتطلع تي ان اف الفا وبيتا، والتي ان اف الفا وبيتا بيعملوا انفلاميشن. يبقى كل ما نقرا كلمه ريكروتمنت هقول لك والله ريكروتمنت ده سببه فازو دايلاتيشن نتيجه السيتوكاين دي اللي هي ماكروفيج بتطلع كذا وتي هيلبر 1 بتطلع كذا. طيب الحاجه اللي بعديها فاضل لنا تو ايتم في المقدمه نمبر 4. هتلاقي برضو كلمة بتتكرر كتير في تايب فول اسمها إيريسيما وبيبقى جنبيها انفلاميشن. تعبير عن التيشو دامج يعني. قولوا لي حد عارف يعني ايه إيريسيما؟ احمرار. الله ينور عليك. بصوا بقى طبعا انتوا عارفين اي احمرار بيبقى نتيجة تيشو دامج. طب السؤال بقى ايه اللي عمل لي الاحمرار؟ حاجتين. الوان. اول حاجة فازو دايلاتيشن. الفازو دايلاتيشن اللي انت عملته اكيد بيعمل لك احمرار. تاني حاجه بقى وفي كده لما بنعمل اكسس اكتيفيشن للماكروفيش بتبتدي تطلع الفري راديكال بتوعها والبروتيوليتك انزيم براها فتعمل لك تيشو دامج. قولوا لي يا حبايبي هو المفروض ربنا خلق الفري راديكال والبروتيوليتك انزيم يشتغلوا فين؟ جوه الفاجولايزوزوم. صح ولا مش صح؟ ده الطبيعي. لو انت عملت اكسس ستيميليشن للماكروفيش هيطلعوا بره فيقوموا عاملين لك تيشو دامج اللي هو الاريسيما والانفليشن. اخر حاجه بقى في المقدمه هنلاقي دايما بيتكرر حاجه اسمها اندويشن. طبعا هشرحلكوا في الباثولوجي بالتفصيل. اندويشن دي يا حبايبي يعني فيرم سويلنج، يعني سويلنج من الخلايا. لو انت ضغطت عليه يبقى زي الحجر، عشان كده بقول لك تحجر، كلمه اندويشن بالعربي يعني تحجر. طيب تيجي تقول لي بقى يا دكتور هو السويلنج اللي عامل الاندويشن ده اني خلايا اللي بتبقى جواه؟ هم في تايب 4 خليتين، الماكروفيج والتي سيل، سواء تي هيلبر او تي سايتوتوكس اللي هي تي هيلبر 1 وسي تي ال. يبقى كل ما تقرا كلمه تحجر في تايب 4 هما التحجر ده مكون من الخليتين دول اللي هما الماكروفيج والليمفوسايت بنوعين. ماشي يا حلوين؟ ابتدي بقى من لكم الكلام ده لان هو ده السكيما اللي هتمشيه. طبعا لو كنتوا خدتوه في الباثولوجي ما كناش عملنا كده. يلا في ظهر الصفحه. هعمل لكم اربعه ايتم وفي ايتم خامس مكتوب عندكم هقول لكم هو يلا في ظهر صفحه 30 كده اكتب نمبر 1 دي قواعد تايب 4 نمبر 1 اكسس Activation of TH1. Excess activation of TH1. سهم. Excess interferon gamma. Excess interferon gamma. سهم. Excess stimulation of macrophage. Excess stimulation of macrophage. يعني دايما كله بيبتدي بكلمه اكسس. اكسس ستيميليشن اوف ماكروفيج. يلا نمبر 2. نمبر 2. ريكروتمنت اوف سيل. انتوا فاكرين ريكروتمنت يعني تجميع اجريجيشن. ريكروتمنت اوف سيلز. اوكيرز ديو تو اوكيرز ديو تو فازو دايلاتيشن.
فازو دايلاتيشن باي. ايه بقى اللي عمل فازو دايلاتيشن؟ باي. طلع سهمين. اول سهم تي ان اف الفا اند انترلوكين 1، تي ان اف الفا اند انترلوكين 1 فروم ماكروفيج، تي ان اف الفا اند انترلوكين 1 فروم ماكروفيج. السهم الثاني تي ان اف الفا اند بيتا، تي ان اف الفا اند بيتا فروم تي هيلبر 1، فروم تي هيلبر 1. طيب نمبر 3 فضلنا سيو 4. نمبر 3 اريسيما، اريسيما جاء احمرار يعني اريسيما اند انفلاميشن، اريسيما اند انفلاميشن بين قوسين تيشو دامج، ده تعبير عن التيشو دامج اللي حصل، بين قوسين تيشو دامج ونقفل القوس. اوكي ديو تو، اوكي ديو تو. طلع سهمين، اول سهم فازو دايلاتيشن، فازو دايلاتيشن. السهم الثاني فري راديكالز، فري راديكالز اند بروتيوليتيك انزيمز فروم ماكروفاج، فري راديكالز اند بروتيوليتيك انزيمز فروم ماكروفاج. كنت عارف انكم خدتوهاش في الباثولوجي كنت نزلتها لكم مكتوبه. نمبر 4 اخر حاجه، نمبر 4 ان دوريشن، اي ان دي يو، اي ان دي يو ار اي تي اي او ان، ان دوريشن هتلاقوها موجوده في الورقه عندكم. ان دوريشن بين قوسين فيرم سويلنج، فيرم يعني جامد، فيرم سويلنج contains تحتوي على contains ايه اللي عامل لك induction contains. طلعوا سهمين، اول سهم ماكروفيج، ماكروفيج. السهم الثاني تي لينفوسايت، طبعا ما دام قلت تي وسكت النوعين بتوع التي اللي هما تي هيلبر والتي سايتوكس، تي لينفوسايت. واحد يقول لي بقى في ايتم خامس اللي هو بتاع السي تي ال، ده ما مليتوش. ليه بقى؟ ده مكتوب في حته اقلبوا صفحه 31 لو سمحتوا، انتوا عندكم 30، طلعوا 31 وبصوا تحت خالص الجنرال ميكانيزم اوف تايب 4، تحت خالص الجنرال ميكانيزم هتلاقوا على يمينكم مكتوب ايه؟ السي تي ال بتقتل الخلايا اللي عليها كلاس 1 بلس انتيجن. طلعوا ثلاث اسهم من الانتيجن بقى، همليكم الكمال، ثلاث انتيجن، ثلاث اسهم من انتيجن عندكم يا جماعه، ام اتش سي كلاس 1 بلس انتيجن في السي تي ال، كلكم شفتوها؟ طق طق بس انتيجن اسوشيشن. مش لازم اقول بالتفصيل اللي يخرب بيتك، هتلاقي كلمه انتيجن مش مهم اللي قبلها واللي بعدها. طلع ثلاث اسهم، طلع ثلاث اسهم، انا مش حافظ ورقه كلمه كلمه يعني. طلع ثلاث اسهم، اول سهم انترا سيلولار بكتيريا، انترا سيلولار بكتيريا example TB، intracellular bacteria example TB. السهم التاني هابتن، احنا ما نعرفش عن ايه هابتن. السهم التالت والاخير سيلف بيبتايد، سيلف بيبتايد. يلا على بركة الله بقى المفروض احنا نبتدي نمشي سريع جدا في الايه صفحة الدوري، احنا قلنا هناخد اربع صفحات بس. يلا بص اخويا في ايه؟ لا هو الانيوتي خلص من المذكره اللي فاتت، ايه ده؟ فده خلاص انا اعتبر اني ما سمعتش اي حاجه. انتوا عارفين يا جماعه بقى بعد الظهر تبتدي بقى يحصل تعصب في الحاله النفسيه، فتبتدي بقى تظهر هلاوس كده ومش عارف. الكتاب بتاع الانيوتي 120 صفحه بس، واخد بالك؟ احنا ورقنا هيبقى حوالي من 80 ل 85 في كل المعلومات. ما شاء الله. النيوتي كتاب لوحدها؟ لا يا حبيبي ده مذكره، واخد بالك؟ اه مفكره كده صغيره. واقول لكم ايه؟ ابوس ايدكم. اللي عنده كلمه حلوه يقولها يلمها قبل ما تتكلم، قول يا رب هل انا هشل الدكتور ولا لا؟ فكر في الكلام، من مصلحتك الدكتور ما يتشلش لغايه اخر المنهج. يلا يلا يا جدعان يلا. شوفي فتحتي على نفسنا ايه؟ يلا بصوا. الكلام ده عليا؟
لا انا بتكلم عن ده. يلا يلا يا جدعان يلا ربنا ربنا يسيح عنا كلنا. بص يا رب هنبتدي بقى نتكلم على تايب 4 هايبر سنسيتيف. هتبصوا في الورق عشان نعرف ايه الكونديشن اللي فيه. صفحه 30 خمسه كونديشن. اول كونديشن اسمه تيوبيركولين تيست. الكونديشن التاني حاجه اسمها جرانيلوميتس ديزيز هي جرانيلوم. بعد كده حاجه اسمها كونتاكت ديرماتايتس، وبعد كده دايابيتس ميليتس. دول الاربعه اللي هنقولهم. في حاجه بقى اسمها اكيوت اند كرونيك جرافت ريجكشن، ده ليه درس بقى اسمه اورجان ترانسبلانتيشن. يلا كله بقى يبصوا نبتدي كده. التوبيركولين سهل قوي. ايه بقى التوبيركولين تيست ده؟ دلوقتي انا قاعد في العياده وجاي لي واحد مريض عايز اعرف حاجه واحده، هل هو تعرض للتي بي قبل كده ولا لا؟ فبعمل له التوبيركولين تيست ده، طلع بوزيتيف يبقى الراجل ده تعرض للتي بي قبل كده، ما طلعش بوزيتيف يبقى لم يتعرض للتي بي. طب ايه الفكره بقى؟ بصوا لي كده قولوا لي، انا لما بتعرض للتي بي لاول مره اللي هو الفيرست اكسبوجر، هو مش التي بي ده انترا سيلولار بكتيريا ولا لا؟ طيب يعني لما يدخل جسم هيعمل استيميوليشن للسيل ميديتد اميونيتي ولا لا؟ ففي اخر القصه هيطلع لك اكتيفيتد تي هيلبر 1 وميموري تي هيلبر 1. حد معترض؟ يبقى انا في النهايه خالص طلع لي البيك بوس الافكت والاكتيفيتد والميموري. دول بيطلعوا في الليمف نود. جميل؟ طيب جيت انا بقى بعد شويه قمت اتعرضت للتي بي نفسه سكند اكسبوجر. قولوا لي يا جماعه مش الانتيجن بتاع التي بي هيروح للليمف نود هيعمل استيميوليشن للاثنين دول الاكتيفيتد تي هيلبر 1 والميموري تي هيلبر 1؟ لان خلي بالك الاكتيفيتد تي هيلبر 1 بتعيش كتير. يا طبعا احنا قلنا الميموري دي بتعيش طول عمرك، الاكتيفيتد بتعيشها بتاع 3 4 سنين. فانا لما احقنك بالانتيجن بتاع التي بي هعمل اكتيفيشن للتي هيلبر 1 والميموري تي هيلبر 1. يقوموا عاملين ايه بقى؟ طالعين من الانفينود رايحين مكان الحقنه اللي انا هنتهيها لك، ويعملوا لك تيشو دامج. والتيشو دامج ده بيبقى على هيئه اريسيما اند انديوريشن. وصلنا احنا في المقدمه، عرفنا يعني ايه اريسيما ويعني ايه انديوريشن ومن المتسبب في كل منهم. يبقى هي دي فكره التيست ببساطه، بس عايزين بقى نرتب الموضوع في دماغنا. امليكوا الاول الفكره دي لان برضو انتوا ما خدتوش في الباثولوجي التوبيركولين. فضهر الصفحه سطر واحد اكتب هما سطرين يعني. اول سطر فيرست اكسبوجر تو تي بي، فيرست اكسبوجر تو تي بي سهم فورميشن اوف سنساتايزد and the memory TH1. واحد يقول لي ايه سنساتايز دي؟ سنساتايز دي يعني اكتيفيتد. ايوه ايوه بالظبط، كلمه سنساتايز يعني اكتيفيتد، هو ده التعبير اللي بنستعمله. هقولها تاني فورميشن اوف سنساتايز and memory TH1 طيب السطر التاني والاخير بقى second exposure to TB سهم stimulation of the previous cells اللي هم السنسيتايز والميم stimulation of the previous cells. سهم اخر سهم بقى تيشو دامج، هيعملوا لك تيشو دامج يلا بقى في ثانيه كده ما فاضلش تركيز على حاجات بسيطه. واحد يقول لي بقى بنعمل التيست ده ازاي يا دكتور؟ هجيب الشخص من قفاه واقول حقنه انترا ديرمال بالانتيجين بتاع التي بي. الشخص اللي انا عايز اعرف هل هو عنده سنساتايز تي اتش 1 ولا لا؟ فهجيبه احقنه انترا ديرمال بالانتيجين بتاع التي بي. الانتيجين بقى بتاع التي بي اسمه ايه؟ اسمه بي بي دي. ده اختصار purified protein derivative. بصوا يا جماعه في انتجن بروتين في السيل وول بتاع التي بي،
هقوم انا جايب البروتين ده واعمل له بيوريفيكيشن فسميته بيوريفايد بروتين واقوم حقنه انت دايما في العيان. قولوا لي بقى امتى اقول ان التوبايكولين بوزيتيف؟ لو لقيت ايه في مكان الحقنه؟ ايريسيما وانجوي اللي هو التيشو دامج. بس السؤال المهم بتلاقيهم بعد قد من 48 ل 72 ساعة. وعشان كده سمينا النوع ده من الهايبر سنسيتيفيتي ديليت. يعني التيشو دامج مش بيحصل على طول، لا ده بيقعد من 48 ل 72 ساعة. قبل كده ما بحكمش على التيشو دامج. طب السؤال طلع الشخص تيبايكولين بوزيتيف ده معناها ايه؟ اكيد انه تعرض لايه؟ للتي بي قبل كده. طب واحد يقول لي بقى هو تعرض للتي بي قبل كده دي يعني ايه؟ ثلاث احتمالات. اول حاجه يكون جاله حاجه اسمها سب كلينيكال انفكشن بالتي بي. فاكرين من الجنرال يعني ايه سب كلينيكال؟ التي بي دخل الاميونيتي كانت قويه فما عملش مرض لكن عمل استيميوليشن للاميونيتي، ده اسمه سب كلينيكال. تاني حاجه بقى زي ما انت قلت يا شيخ يكون عنده تي بي دلوقتي كلينيكال تي بي. بصوا بقى هتاخده في الباثولوجي التي بي الانكيوبيشن بيريود بتاعته لونج قوي. فلو انا جالي المرض بالتي بي اكيد التي بي ده بتسر من زمان شهرين ثلاثه اربعه هكون انا كونت السنساتايز والميموري تي اتش 1. فتاني سيجنيفيكانس اللي هو كلينيكال تي بي. تالت حاجة بقى وده المور كومن. انتوا كلكم اتطعمتوا وانتوا صغيرين بالفاكسين بتاع التي بي اللي اسمه بي سي جي فاكسين. هناخده في الاميونتي. ده التطعيم بتاع التي بي. يبقى انا عرضتك للتي بي على هيئة تطعيم فبرضه هتطلع تيبايكولين بوزيتيف. ده في الام سي كيو يقول لك تيبايكولين بوزيتيف يدل على ايه؟ هما التلات حاجات دول. ولا يمكن التفرقة بينهم. افرق بقى ده ولا ده هنعرفه بقى في السيستماتيك ان شاء الله لكن مش في الميت. طيب نيجي بقى لسؤال مهم هو ليه حصل ايريسيما وانديوريشن؟ حكيتها لكم في المقدمه. بصوا كده الميكانيزم دلوقتي يا حلوين قولوا لي انا هانتج بالانتيجين بتاع التي بي كالمعتاد بقى هيدخل في السابكوتينيوس تيشو يلاقي مين اللي مستنيه؟ الانتيجين بريزنتنج سيل اللي في السابكوتينيوس اللي هم مين ومين؟ ماكروفيج ودندريتيك يا نهار اسود مش هما دول التيشو سيلز يا جماعه فهتاخدوا الماكروفيج والدندريتيك. واحنا قلنا مين الاهم الماكروفيج ولا الدندريتيك؟ الدندريتيك مش احنا قلنا المين انتجن بريزنتنج سيل؟ فهتاخدوا الدندريتيك وتعمل له برزنتيشن مع ام اتش سي كلاس 2 عشان تاخدوا للليمف نود. هناك بقى مستنيها مين لو انتوا فاكرين؟ السنساتايز والميموري تيتش 1 هتقوم عامله لهم ستيميليشن مش دول بتوع التي بي دول بقى احصل لهم اكتيفيشن يبتدوا يرجعوا من الليمف نود يروحوا مكان الحقنه السكين ويبتدوا بقى يحصل ريكروتمنت للخلايا. فاكرين الريكروتمنت نتيجه الفازو دايلاتيشن وبعد كده يحصل لي الايريسيما والانديوريشن بالاسباب اللي انا مليتها لكم كده بقيت تيبايكولين بوزيتيف. العكس بقى لو انا ما عنديش سنساتايزد وميموري ولا اي حاجه من دول هتحصل وبالتالي لا هتلاقي لا ايريسيما ولا انديوريشن. اخر حاجه بقى قبل ما نبص على الرسم اجي اسالك سؤال خميس اجي اقول لك يا ابني هو ممكن شخص يحصل له حاجه اسمها فولس نيجاتيف تيبايكولين؟ الاول نفسرها نيجاتيف يعني ايه؟ سلبي وفولس يعني خاطئ يعني هو تعرض للتي بي بس طلع تيبايكولين نيجاتيف. امتى بقى انا تعرضت للتي بي ومع هذا طلع لك تيبايكولين نيجاتيف؟ لا احنا بنقول في السكند اكسبوجر لو مفيش ميبر لو ما تعتمدوش لو انا اميون كومبرومايزد قولوا لي الله ينور عليك واحد عنده ايدز يا حبايبي وحصل له اكسبوجر للتي بي قبل كده هل ده بيطلع ميموري وسنساتايز تي اتش 1؟ طبعا لا. وبالتالي لما هتيجي تحقنه بالتيبايكولين هيطلع نيجاتيف ده اسمه فولس نيجاتيف لان هو اتعرض للتي بي بس ما عندوش مناعه. فاكتب لي بقى اني بكده في ظهر الصفحه فولس نعم فولس نيجاتيف تيبايكولين اللي هو بيشوفك انت بتفكر ولا بسم الله ما شاء الله في التفكير كده يعني فولس نيجاتيف تيبايكولين. نقطتين ان
واحده واحده طب مين اللي بيسلم عليا بقى؟ واحده طب خلاص يا زفت خلاص فولس نيجاتيف تو باي كولي نقطتين ان سي ام اي ديفيشنسي واحده ان سي ام اي ديفيشنسي يا سي ام اي دي اختصار ايه يا كولي؟ طب سيبوه هو يا جماعه. طيب سيل ميديتد ان سي ام اي ديفيشنسي طبعا مش شرط بقى عيان اتس اي واحد عنده سيل ميديتد ديفيشنسي. طيب عامل لكم بقى الرسمه اللي جايبها الكتاب بالظبط. بصوا طلعوا لي لو سمحتوا صفحه 3 في الورق المروق. والله بس مش فاهم انا لسه ما خدتش الاجابه. ايوه كلنا هيبقى اجابه. ايوه هو انا قلت لك ايه السيجنيفيكانس بتاعته هتفرق ازاي؟ احنا قلنا هنعرف. استنى لما ناخد السيستماتيك هقول لك احنا بنعمل تبايكولي ليه. انا مش بعمله عشان اصلا اعرف اتعدى في ولا حاجه ثانيه خالص هناخدها. يلا خلونا واحده. بصوا على الرسمه في صفحه 3 تحت دي الرسمه اللي في الكتاب. هو جايب لك الموضوع باختصار. بصوا كده ده السكين يا جماعه عامل لك ايه بقى؟ انت حققت الانتيجين اللي هو الاحمر اللي هو البي بي دي فلقفته الخليه الصفراء. مين الصفراء دي؟ الانتيجين بريزنتيشن خدته وعملت له انتيجين بريزنتيشن. الرسمه الثانيه بقى للتي هيلبر سينسيتايز اللي هي الخليه الزرقاء. واخدين بالكم؟ وبعد كده بقى حصل ايه؟ الخلية الزرقاء راحت مكان الحقنة. هو اختصر يعني شوية وابتدى بقى يحصل ريكروتمنت لخلايا كتير. المدور ده هو البلاد فيسل يا جماعة. البلاد فيسل حصل فيها فازو دايلاتيشن فابتدى يطلع بقى خلايا كتير. دي نفس الرسمة اللي موجودة في الكتاب بالليل. هاتي القصة باختصار. طيب يبقى احنا كده خلصنا اول اكزامبل اللي هو التوبيكولي. نخش بقى على الاكزامبل التاني اللي هو بيور باثولوجي. يعني انا ما كنتش بشرحه اساسا. لما هتاخدوا التي بي والجرانيلوميتاس ديزيز كل ده بيو فاسول. بص بقى يلا هنقوله بسرعه. عندنا تاني حاجه اسمها جرانيلوميتاس ديزيز. يلا حبيبي يلا. اول حاجه امتى يحصل جرانيلوم؟ لما يجيلك حاجه اسمها كرونيك انفكشن ويز انتراسيلولار بكتيريا. طبعا انتوا عارفين اشهر انترا سيلولار بكتيريا الدي ومن عمها بقى الليبروزي بتاع الجزام. فاكرين احنا خدنا الليبروزي ده في الاسكيب اللي هو كان بيعمل سبريشن للفري راديكال. ماشي مش مهم ما ذكرتوش. بص يبقى المهم عندما تتعرض لكرونيك انفكشن ويز انترا سيلولار بكتيريا ممكن يحصل لك جرانيلوم. بص الفكره في ثانيه. هو ايه فكره الجرانيلوم دلوقتي؟ لو انتوا فاكرين مش الانترا سيلولار بيسرفايف انسايد ذا ماكروفيج وعشان كده محتاج مين ينشطه؟ مين ينشط الماكروفيج؟ انترفيون جاما. اخصى عليكم. انترفيون جاما ده اللي هو جاي من اي خليه؟ التي هيلبر 1. ايه يا جدعان؟ ايه يا جدعان؟ دي قصه ممله. طيب المشكله في ايه بقى؟ المشكله بسيطه. الماكروفيج عند العيان ضعيفه لا تستجيب للتنشيط. فالتي هيلبر 1 عماله تبعت لها انترفيون جاما وهي مش عارفه تقتل التي بي اللي جواها. فكل شويه الماكروفيش تعمل انتيجين برزنتيشن للتي تقوم التي بعت لها انترفيون جاما ومع هذا الماكروفيش لا تستجيب. يجي بقى الجسم يقول لك ايه؟ لا الكلام ده لو في اللنج ممكن التي بي بعد شويه يقتل الماكروفيش وينتشر في اللنج. فيبتدي بقى الاميون سيستم يعمل ايه؟ يقول لك انا هحاول اعمل لوكاليزيشن للتي بي فهحوط المنطقه دي بحاجه اسمها جرانيلوم. يبقى كل الفوكس اللي فيه ماكروفيش جواها تي بي هحوطه بجرانيلوم عشان اعمل لوكاليزيشن للانفكشن. طبعا اللوكاليزيشن بيحصل فعلا لكن للاسف الحته اللي فيها جرانيلوما باظت. يعني زي ما تعرفوا في الباثولوجي بقى بيحصل فيها حاجه اسمها كازييشن ونكروزس وفايبروزس. فالحته دي مش نافعه بس الاميونيتي مالهاش دعوه. هي عملت اللي عليها انها حاولت تعمل ايه؟ لوكاليزيشن. يبقى هي دي الفكره ببساطه. طب السؤال بقى يا حبيبي السيكونس بسرعه كده ببساطه ايه اللي بيحصل؟ مش انا قلت لك انا عمال ابعت اكتيفيشن والماكروفيج لا تستجيب. ده في الاخر بقى بيحصل ايه؟ ده في الباثولوجي الماكروفيج
بتفتح على بعض تعمل لك حاجة اسمها إبيثيليويد سيلز. الله ينور عليك. بعد كده الإبيثيليويد تفتح وتعمل لك جاينت كلهم جواهم مين؟ التي بي. واحد يقول لي طب وآخرة القعدة دي حاجة بإتنين، يا إما التي بي بيتغلب على الماكروفيش ويعمل لها نيكروزس ويطلع فريد، يا إما السي تي ال تيجي تقتل الماكروفيش دي. وده سؤال سألته قبل كده كتير كنت بقدم إجابته. قولوا لي هي مش السي تي ال مفروض تقتل الخلايا الميؤوس منها؟ فاكرين؟ طيب الماكروفيج اللي جواها تي بي ما بتبقاش ميؤوس منها في الاول، ده انت بتديها تنشيط عشان تقتله. طب افرض بقى التي بي تمكن منها وبقى ريبليكيتنج، هتعملها معامله الميؤوس منها وبالتالي السي تي ال بتلبها وتعمل لها ابوبتوسس. هتلاقي بقى جوه الجرانولوما زي ما حضرتكوا في الرسمه عباره عن ايه؟ ماكروفيج وابيثيليويد سيل وجاينت سيل فيهم ناس عايشه وفيهم ناس حصل لهم ابوبتوزس بالسي تي ال. كل ما تقرا كلمه ابوبتوزس يبقى في سي تي ال، وكمان الاورجانيزم عمل لهم ايه؟ نيكروزس، فتلاقي ماكروفيج ميتوكا. ماشي يا حبيبي؟ وكل ده لان العيب اللي عند العيان كان ايه؟ ان الماكروفيج بتاعته ايه؟ ضعيفه. لكن لو الماكروفيج بتاعته بتستجيب للانترفيون جاما ما كانش حصلت الجرانولوما. اجلي بس شويه يوسف دقيقه واحده امليكوا حاجه وبعد كده اللي عايز يسال. بصوا تحت لو سمحتوا دلوقتي تحت في الجرانولوما تاني سهم. بصوا اول سطر اللي هو الميكانيزم مكتوب كرونيك استيميوليشن. ها شايفينها ولا دي مشكله؟ ايوه في حاجه اسمها كرونيك استيميوليشن. طلعوا سهم من كلمه كرونيك واكتب اللفظ التاني بتاعها بيرسيستنت. يعني بدل ما اجيب لك كلمه كرونيك في الامتحان في الام سي كيو ممكن اجيب لك كلمه بيرسيستنت. طيب جنبيها في كلمة ماكروفيج شايفينها؟ ام كيو طلع سهم واكتب ايه الماكروفيج دي؟ ويك ماكروفيج، ويك ماكروفيج that do not respond to treatment. ويك ماكروفيجز that do not respond to activation. متأسف مش ريتمنت اكتيفيشن، that do not respond to activation. لا تستجيب للاكتيفيشن. طيب بص على ايدك اليمين بقول لك الايم والدروباك. بقول لك ايه الايم؟ انا بحاول تو وون اوف ذا انفكشن. حد عارف يعني ايه وون اوف؟ لوكالايز. لوكالايز بس هو ده التعبير اللي كاتبه الكتاب. كلمه وون اوف يعني لوكالايز. وطبعا قولوا لي بصوا على الجرانولوما هي بتحتل على ايه يا جدعان الجرانولوما؟ احنا قلنا اي تجمع خلوي في ايه؟ الله يخرب بيت العيش. ماكروفيج وليمفوسايت وكمان في خليه اسمها فايبروبلاست حضرتك سمعتها دلوقتي دي اللي بتعمل فايبروس. ماشي طلعوا بقى الرسمه صفحه 4 بسرعه كده. الرسومات دي هتنفعكم في الباثولوجي اساسا صعب بتكتبوا. بطلوا الباثولوجي اتاخروا 90 كده ليه؟ مش عارف عشان لما كنت بشرح ده المناهج اتشقلب بس كان بيبقى لما كنت بشرح ده كنتوا واخدين الجرانولوما من زمان والتي بي ده. ما الله يخرب بيت المنبه خلاص يا حبيبي يلا بص كده فين بقى؟ بصوا في الرسمه الابيض واسود. بص خلاص خالص عندك اول حاجه شايفين الماكروفيج اللي في النص دي بلعت التي بي وبعد كده التي سيل بعتت لها جاما انترفيرون ولا حياه لمن تنادي. فهنا بقى الماكروفيج فتحت على بعض عملوا حاجه اسمها ابيثيليويد شايفينها؟ وسام على شمال ممكن الابيثيليويد دي تعمل لك حاجه اسمها ايه؟ جاينت سيل. وتحتيها بقى في خليه اسمها فايبروبلاست. شايفين الفايبروبلاست دي؟ دي اللي هي بتعمل فايبر. خدتوها في الهيلينج اكيد في الباثولوجي. طيب تحت بقى دي رسمه كويسه جدا بس هتنفعك في الباثولوجي اكتر. انا عايزك بس تبص على ايه؟ شايفين اللي في النص ده لزق الشرط ده التي بي ودي جرانولوما وانا بقى بحاول احوطه زي ما انتم شايفين. الميزه ايه بقى يا جماعه؟ على شمالك الرسمه عامله لك كل خليه ايه بالظبط. واخدين بالكم؟ هتلاقي دايما في الخلايا ايه بقى؟ بصوا كده اديك مثلا عندك تالت صف في الخلايا على يمينك مكتوب ابوبتوتيك انفكتد ابيثيليويد ماكروفيج. قولوا لي مين اللي عمل لها ابوبتوزس؟ السي تي ال بالظبط. السي تي ال هي اللي موجوده.
بالظبط. وهتلاقي بقى تحت نكروتك التي بي هو اللي عملها وهكذا. طبعا في البكتيريا انا مش عايز منك كل الكلام ده في الباثولوجي محتاج، انا عايز بس اوريك الجرانيوما دي بيبقى الهدف بتاعها. ماشي طيب. ايوه يوسف اللي عنده سؤال بقى يقول لي. هنعرف منين ان المكروفاج دي ماليش بقى؟ لا هو مش بتعرف في العمليه اوتوماتيكي ازاي بقى. هي لو هي قويه يا يوسف بتعمل برزنتيشن مره واحده بس فتاخد الانترفيون جاما وتقتل. كون انها عماله كل شويه تعمل استيميوليشن للتي هيل باي 1 معناها ان دي تعتبر خلاص التي بي جواها جامد قوي. فبيبتدي يحصل ايه بقى؟ يطلع على سطحها كميه رهيبه غير معتاده من كلاس 1 مع التي بي اتش. في الاحوال العاديه يبقى في كميه قليله، لكن لما تطلع كميه رهيبه السي تي ال تاخد بالها ان دي ميؤوس منها خالص. ماشي يا دكتور. التي بي لا لا مين؟ بص هقول لك حاجه، دايما الخليه لما بتموت الاورجانيزم لو مش كتير بيموت جواها. يعني قدامك حل من اتنين، يا اما الاورجانيزم يموت جواها يا اما انت بتيجي بعد الابوبتوزس بتكون هي شركت تقوم انت بالعها وموت الاورجانيزم اللي فيها. لكن هو غالبا الابوبتوزس في الخليه يؤدي الى وفاه الاورجانيزم جواها. ماشي صح. اقلبوا الصفحه. قبل ما انسى الصفحه دي بقى التو كونديشن اللي احنا قلناها تيوبيكولين والجرانيوم. لو جيت في الام سي كيو قلت لك من الخليه التي لعبت الدور الرئيسي في الكونديشن ده؟ لا طب وقبل الماكروفيج البيك؟ بص يا جماعه التي هيلبر 1 خلي بالكم حتى الماكروفيج لما عملت جاينت وابسيليويد اللي نشطتها هي التي هيلبر 1. فعشان كده التو كونديشن دول اللي هم التوبيكولين والجرانيلوما اللي عمل الدور الرئيسي هو التي اتش 1. يبقى ذا مين رول از تي اتش 1. اكتبها كده فوق في الصفحه على توبيكولين وعلى جرانيلوما المين رول از تي اتش 1. ده عشان الام اس كيو. ان شاء الله بعد امتحان الفارما هنزل لكم الام اس كيو على طول. هنفع بتاع الكليه ولا بتاع الدرس؟ بتاع الكليه. بتاع الدرس ايه يا ابني؟ بتاع الكليه. ما في امتحان ماشي مش همتحن كلها بعد امتحان الباي. في مايكرو دكتور ولا حاجه؟ ربنا يسهل ان شاء الله. امتحانكم في التدريب المنزلي والخياطه. حتى بتوع الباي بيعملوا امتحان والله حاجه جميله. دكتور هنعمل ايه؟ قلبتوا الصفحه ونبتدي الكونديشن التدريب. انا خلاص بطمحن قبل ما يحصل لي ابوبتوزس. خلينا خلص. بص نخش على الكونديشن التالت. يلا يا جماعه هم 4 صفحات بس يعني زباله. ان هم في الكتاب 7 صفحات شداد يعني فعايزين نخلص. نخش على الكونديشن اللي بعد كده اسمه كونتاكت ديرماتايتس. هنا بقى عشان نفهم الكونتاكت ديرماتايتس لازم اديكوا نبذه بسيطه عن حاجه اسمها هابتن. واحنا هناخده بالتفصيل مع اليومورال اميونتي. فانا هديكم الجزء اللي ماشيين. بصوا بقى الهابتن ده اللي بيزن بطل زن. الهابتن ده هو عباره عن ايه؟ سمول موليكولار ويت سبستنس. وعشان هي سمول ما بتقدرش لوحدها تعمل ستيميوليشن للميون. يبقى دي مادة غريبة بتدخل جسمك لكن عشان هي سمول ما تقدرش تعمل استيميوليشن للميون ريسبونس. واحد يقول لي طب ومزعلك في ايه؟ يعني مش هتعمل استيميوليشن. بص الكارثة بقى للأسف في بعض الأحوال وهي ماشية في جسمك تقوم لازقة في سيلف بروتين من بتوعك. الهابتن يلزق فيه. فالسيلف بروتين ده بيشتغل للهابتن حاجه اسمها كارير يعني هيلزق فيه. وكده الموليكولار ويت بتاع الهابتن حصل له ايه؟ عادي بالظبط. فاصبح عندك ماده اسمها هابتن كارير دي هتروح تعمل استيميوليشن للاميون ريسبونس بتاعك. واحد يقول لي ايه ده؟ هي مش دي كان سيلف بروتين المفروض ما تعملش استيميوليشن؟ لا هي كانت سيلف قبل ما يلزق فيها الهابتن. لما الهبت اللزق فيها غير الكونفيجريشن بتاعتها فما اصبحتش سيلف. طبعا انتوا المفروض بقى تستنتجوا اللي هيحصل. دلوقتي انت عملت ستيميوليشن للاميون ريسبونس ضد الاثنين الهبت والكاري. فمتوقع بقى الاميون ريسبونس ده يضمن لك السيلف بروتين بتاعتك ولا لا؟ طبعا.
في بائسا ان الميون ريسبونس الذي سينتج هيهاجم السلف تيشو اللي هي اشتغلت له ككلب. وهناخد اكزامبل دلوقتي اللي هو الكونتاكت بيرماتوكس. بس اما ليكوا بقى يعني ايه هبد، هناخده في صفحه على فكره، هناخده بعد كده في صفحه. اكتب هبد في ضهر الصفحه، هبد سمول مولكولار ويت سبستنس، سمول مولكولار ويت سبستنس. سهم بايند تو كارير سيلف بروتين، بايندز تو كارير سيلف بروتين. اخر سهم بقى، سهم انديوس، هقولها تاني، بايند تو كارير سيلف بروتين. سهم انديوس اميون ريسبونس، هيطلع اميون ريسبونس، انديوس اميون ريسبونس اجينست بوث، بوث اللي هم الهابتن والكاري، اجينست بوث. يلا بقى نشوف حكاية الهابتن دي. بص الهابتن ده يا حلوين قد يتسبب في الكونتاكت ديرماتايتس. قبل ما احكي لكم الباثوجينيسيس بتاعها، كله يبص لي بقى تتحف الصم، ايه اكزامبل للهابتن اللي انت لو حطيتها على ايدك ممكن تلاقي فجأة حصل كونتاكت ديرماتايتس. اهم حاجة في الطب الاويتمنت الانتي بايوتيك. قولوا لي يا جماعة مش احنا ساعات بنستعمل انتي بايوتيك كريم او اويتمنت؟ الانتي بايوتيك ده بيبقى ابسوربت في السبكوتينيوس تيشو ويتحول لهبت. فزي ما هنشوف بقى سكين بروتين يشتغل له ككارير ويحصل السيكونس الحمدي. يبقى اكتبوا اكزامبل للسكين اويتمنت اللي عندكم الاسود ده، اكزامبل انتي بايوتيك، انتي بايوتيك. وعلى رسوم البنسلين، البنسلين ده كارثه. بنسلين اكزامبل انتي بايوتيك زي البنسلين. تاني حاجه، حاجه خاصه بالستات، الهير دايز والكوزمتكس. عارفين كوزمتكس اللي هي مستحضرات التجميل؟ في ناس بيبقى عندها ايه حساسيه من مستحضرات التجميل. واكشوال يا جماعه اللي بيعمل حساسيه هي الشوائب اللي في مستحضرات التجميل. كل ما مستحضر التجميل كان رخيص، اللي هو بيتباع في المتر بربع جنيه ده ويكفيكي طول العمر. كل ما كان رخيص كل ما يبقى مليان شوائب. فالشوائب دي بتبقى ابزوربت كهابتن وتضيع الدم. فالنبي استغلوا شويه مستحضرات التجميل، مشاكينه يعني بقى ايه مثلا. المهم طيب بلاش اللي هو عجبتك قوي، طب استحمت قيمك منه، استنى عليا. اكيد ده حبيبي. طيب بص تاني حاجه ممكن تعمل لك حساسيه، الصوب. دي حاجه بقى انت ما تسمعش عنها اساسا. الصوب اللي هو الصابون، تقمت لك خلاص؟ خلاص يتقام. بص الصوب يا جماعه، وبعد كده حاجه بيتهيألي ما خدتهاش قبل كده اسمها بويزون ايفي. انتوا عارفين ايفي بالعربي يعني اللبلاب. في شجر اسمه شجر اللبلاب. بيعملوا منه بيرفيوم، واخدين بالكم؟ بيعملوا منه بارفانات. فالعمال اللي هم بيتعاملوا مع النبات ده ساعات بيجي لهم كونتاكت ديماتس. واخر حاجه بقى يا جماعه، تلبس اي حاجه فالسو المعادن اللي هي رديئه زي النيكل بقى والنحاس والكلام ده، دي برضه بيبقى فيها شوائب، الشوائب دي تؤدي الى كونتاكت ديماتس. طيب السؤال بقى، هو ايه الباثوجينيسيس بتاعها؟ انا عامل لكم رسومات كويسه قوي، بس الاول تبصوا لي على الصابون. اول حاجه كل يبص لي، سيادتك حطيت الهابتن ده على جلدك، فالهابتن بقى ابزوربت في السبكوتينيوس تيشو. جميل؟ لك لحظك نخبر بقى، لان خلي بالكم ده مش المفروض انه يحصل. لا حصل بقى ايه؟ سكين بروتين من اللي هم فري سكين بروتين اللي طالعين في التيرن اوفر دول اشتغلوا ككارير. حلو كده؟ فاصبح عندك في السبكوتينيوس تيشو حاجه اسمها هابتن كارير. وفاكرين بقى الكارير ده اللي هو مين؟ سكين بروتين. حلو كده؟ طيب يحصل ايه بقى بعد كده؟ يقوم واخداهم الدندريتك. الدندريتك سيل اللي في السكين اسمها لانجر هانز، تحف الصم، هي دي بقى اللي بتلعب الدور الرئيسي. ليه بقى؟ هتاخد الهابتن ده مع الكارير وتعمل انتيجين بريزنتيشن في الليمف نود.
فهتعمل اكتيفيشن للتي هيلبر 1 وللتي سايتوتوكسيك اللي هي سي تي ال. احنا بنختصر طبعا، يبقى في الليمفنود اصبح عندك ايه؟ اصبح عندك تي هيلبر 1 وسي تي ال ضد الهابتن كارير مع بعض. دول بقى يعملوا يطلعوا من الليمفنود كالعاده يرجعوا على المسكين. بص بقى الدمج هيحصل ازاي. طبعا بقى بيبقى في فازو دايلاتيشن وريكروتمنت. انا يهمني من الذي سيهاجم السكين. بصوا بقى يا حبايبي الكارثه، جزء من الهابتن بيبقى دخل جوه النورمال سيل في السكين. شوف صوته دلوقتي، فالسيل قامت مطلعه ام اتش سي كلاس 1 وجواه الهابتن ده. قولوا لي بقى، مش انت عندك سي تي ال جايه ولا لا؟ هتقوم ايه؟ فاكرين مش انا قلت لكم الام اتش سي كلاس 1 ده قد يكون فيه هابتن؟ قالينا في المقدمه. فهتقوم السي تي ال مهاجمه الخليه اللي على سطحها هابتن، وتقوم عامله لها ديستركشن. وده بقى يجرينا لحاجه مهمه. لو قلت لك المين سيل اللي عمل الدامج في الكونتاكت درماتايتس، هل برضه تي اتش 1؟ لا، هي تي اتش 1 نشطتها اه، لكن اللي عمل الضرر المباشر هو السي تي ال. طب واحد يقول لي بقى لما نشوف رسمتها يا جماعه هنفهمها اكتر. طب يا دكتور الدرماتايتس دي على هيئه ايه؟ اول حاجه انت بتلاقي تجمع خلوي اللي هو مونو نيوكليير سيل. وفاكرين التجمع الخلوي ده معمول من ايه من غير مشر؟ ماكروفيج وليمفوسول، مش احنا اتفقنا؟ اه. هتلاقي بقى لفظ ما اعتقدش خدته قبل كده، كنت اخرين برضه في الباثولوجي، حاجه اسمها اوزنج اكزيما. طيب بص محمد، كلمه اكزيما معناها ايه؟ بص يا جماعه، كلمه اكزيما معناها حته مرتفعه من السكين لونها احمر واتش بتهرش. بالانجليزي اسمها ايه؟ ريد. اكتب اكزيما معناها ريد اتشي بابيول. كلمه بابيول هتتنيله تاخدوها في الباثولوجي، معرفش امتى. اه بابيول ريد اتش، انتوا عارفين كلمه بابيول يعني ريست اريا في السكين، يبقى ريد اتشي بابيول. ماشي. طيب ايه اتشي؟ اتشي يعني بتقولش يا بابيول. بابيول ريزد اريا، واخد بالك؟ ريزد اريا من السكين. بعد كده عندكم كلمه اوزنج، حد عارف يعني ايه اوزنج؟ لا دي لا والله عمر. بص اوزنج يعني بتطلع فلويد، اللي هي بالبلدي يقول لك بتنز. سمعتوا حاجه اسمها بتنز؟ بتنز يعني بتطلع فلويد. معلش دي لغه العشوائيات يا خير، انت قاعد في الزمالك وكده، فطلعوا سهم من كلمه اوزنج وكتبوا يعني قبل اكزيما. هو انت شفت اكزيما وما شفتيش اوزنج؟ ايه ده يا رب؟ خلاص اوزنج اكتبه سيكريتنج فلويد، بيطلع منها فلويد. فلويد ده بيقولوا عليه ترانسيوتيت، هتاخده في ام انت خدت ايه في الباثولوجي اساسا؟ خلي الواحد يخبط. طيب المهم السؤال بقى اشخص الكلام ده ازاي؟ خلي بالكم الكونتاكت ديرماتايتس ده هوريكم صورته، بيبقى العيان بيتعذب او العيانه. هي المشكله في ايه بقى؟ هي مش عارفه اصلا عندها حساسيه من ايه. هي تقول لك ايه؟ انا بس مش عارف مستعطى تجميل ايه وايه والصابون ومش عارف. فانت بتبقى حيران هي عندها حساسيه من ايه. فبنعمل يا زفت يا اللي بتتكلم محمد. بص بنعمل تيست اسمه، كله بص لي، سكين باتش تيست. فكرته هبله. قولوا لي يا جماعه، ناخد مثلا انا عندي حساسيه من البنسلين، حلو كده، هو اللي عامل لي كونتاكت ديرماتايتس. تفتكروا في الليمف نود بتاعي هيبقى فيه ايه؟ في ايه بيبي؟ هيبقى فيه ايه في الليمف نود؟ انتوا مالكم كده؟ هيبقى ايه في الليمف نود؟ سنسيتايزد وميموري تي اتش 1 وسي تي ان. هسأل السؤال تاني، انا المشكله انا ما بعرفش اسأل السؤال، العيب مش منكم، العيب من انا. واحد عنده حساسيه من حاجه معينه زي البنسلين او حاجه، هيبقى في الليمف نود بتاعته ايه؟ كالعاده الميموري تي اتش 1 والميموري سي تي ال والكلام. انا بقى عايز اعمل لهم ايه؟ اكتشفه. ببساطه هقوم جايب الانتيجين بتاع البنسلين واقوم حاطه في الجلد. قولوا لي لو هي عندها حساسيه فاكرين هيحصل ايه؟ هروح اعمل ستيميوليشن ويرجعوا يعملوا لي اكزيما مكان الحب. بس ماشي. يبقى اذا السكين
السكين باتش تيست ده دايجنوز الالرجي اللي هو اللي عامل حساسيه عن طريق انه بيعمل استيميوليشن للسنساتايزد والميموري سيلز اللي هي موجوده عندك في الجلد. طيب قبل بقى ما نشوف الصوره، يعني احنا النهارده كده خدنا كام سكين تيست؟ والاثنين افكار مختلفه صح. اول واحد كان اللي هو مين؟ تيبايكولين اللي هو بتاع البريفيوس اكسبوجر للتي بي، وده مبني على تي اتش 1 اساسي. طب وتاني تيست اسمه سكين باتش تيست، وده مبني على الديتكشن بتاع مين؟ السي تي ال اساسي، لان السي تي ال هي اللي هتعمل ايه؟ استنى بس نشوف الرسمه وقول لي بعد كده. بص طلعوا لي صفحه 4 في الرسومات بتاعت الجرانيوم. بصوا تحت خالص انا جايب لكم رسمه فيها الجزء الاول من القصه ورسمه بعد كده فيها الجزء الثاني. بصوا بقى الابيض والاسود اللي تحت. دلوقتي انت حطيت الالرجين في الصبغ على الجلد، فبعد ما لزق في الكاريال قامت الدندريتك اللانجرهانز واخداه مع كلاس 2، طبعا خليته كمان مع كلاس 1 بس هو مختص مع كلاس 2، رحت للبريفرال لينف نود عملت ستيميوليشن للتي هيلبر، فبقى عندي سنساتايزد تي سيل وميموري تي سيل سواء تي هيلبر او سي تي. ما تكونش دعوه بقى بالنص التاني، النص هنا بقى مشروح في الرسمه اللي بعدها، احنا بس جايب دي عشان النص الشمال. ارجع اقلبوا الصفحه بقى. دي بقى موجوده بتفاصيل اكتر بس انا يهمني حاجه فيها. بصوا كده الرسمه الملونه دي. الجزء الاول من القصه برضه في نفس السيتوكاين اللي انا قلتها لك في المقدمه. بصوا لي بقى لو سمحتوا في الليمف نود. مش الدندريتك سيل خدت الهابتن وديته للليمف نود؟ عملت اكتيفيشن لنوعين من الخلايا، واحده رمادي وواحده صفر. بصوا بقى مين اللي هاجم السكين، بصوا بقى فوق على اليمين. مين اللي طلع وهاجم السكين؟ الرمادي اللي هي مين؟ السي دي اي اللي هي السي تي ال. يبقى السي تي ال هي دي الخليه الرئيسيه اللي بتعمل لك كونتاكت للمقص. ماشي يا جماعه؟ طيب ايوه يوسف اللي عنده سؤال قول لي. لا بص الماكروفيش كده كده بتعمل جزء من الانفلاميشن، يعني لازم تطلع تي ال لان هي كمان برضه بلعت هابتن اكيد. فبص اي انفلاميشن في السكين لازم الماكروفيش تكون موجوده وتطلع السيتوكاين بتاعها. اوكي طيب ايوه حبيبي. دلوقتي انا عملت تيست ده وعملت له ريبورت بس انا في نفس الوقت عملت له ريبورت. لا لا بص يا حبيبي، بص يا خايب، الدايجنوستيك تيست عمره ما بيأذي جامد. ليه؟ انت بتحط فيري سمول اماونت اوف انتي. هو حصل له حساسيه ليه؟ لانه لخبط وشه صوب او كوزمتيك او الكلام، لكن احنا بنحط سمول اماونت عشان الرياكشن تبقى صغيره. ماشي اه، فعمرها ما تؤدي الى حاجه جامده في السكين. بص هو ده اللي بيتعمل قبل الحقن. لا لا ده حاجه ثانيه، اللي بيتعمل بقى قبل حقنه البنسلين هناخده في حاجه اسمها تايب 1 هايبر سنسيتيف، ده اسمه اختبار حساسيه، حاجه ثانيه خالص. طب معلش بص نخلص الدايبيتس واسالوني بعد كده. ارجعوا بقى عشان نخلص الدايبيتس وبعد كده اللي عنده سؤال نجاوبه. اخر كونديشن في الايه في الهايبر سنسيتيفيتي. حاجه اسمها اوتو اميون دايبيتس ميليتس. ده بقى فكرته هبله، بصوا لي. معلش يا جماعة أنا حاسس كنت مدة دقيقتين لأن يعني روحي كده عايزة تحضر الخيال. أه مش عارف فكرتيني باللازم. أنت بتعمل إيه؟ ما بخص دي بقى هتفرق من عيني. خلاص يا زفت تصدقت. حلو قوي يلا. ما افتكرش الذكريات دلوقتي اللي مع سعد الصغير يا حبيبي، هو ده اللي فكرني بأحلى ذكريات. المهم يلا دلوقتي بيقول كلام فيه حكت يعني. هو امينه برضه. بص دلوقتي ايه باختصار الاوتو اميون دايابيتس؟ حاجه عبيطه. بص كده انا عندي سي تي ال وطبعا برضه تي هيلبر بتتعرف على السيلف بانكرياتيك انتيجين. يعني دي يا حبايبي سي تي ال باللي هم هربوا من النيجاتيف سيلكشن بتاع السايلنس. فبص بقى ادي البنكرياتيك سيل. قولوا لي يا حبايبي الخليه العاديه ما
مش احنا قلنا ياما يبقى عليها ام اتش سي كلاس 1 وجواها السيلف بيبتايد ولا لا؟ فتيجي بقى السي تي ال تدخل البنكرياس ساعتها تتعرف على التارجت بتاعها وتبتدي تكسر البنكرياتيك سيلف فيحصل لي على طول دايابيتس ميليتس. يبقى هنا اقول لي بقى الدامج برضه اساسا تي هيلبر 1 ولا سي تي ال؟ يعني اظن واضحه الصفحه اللي فاتت كان الدامج تي اتش 1 والصفحه اللي هو كونتاكت درماتايتس ودايابيتس الدامج سي تي ال اللي هي سي دي 8. ماشي يا حبيبي يبقى احنا كده خلصنا طايف فول اللي هو بالسن دي. طبعا لما تاخدوه بقى في الباثولوجي اتعشم تفتكروني بالخير وانا بفتكرهم بالشر. قول لي يا يوسف العام سؤال يوسف وبعدين تاني هو بتلحق تروح ليه؟ بتلحق تروح ليه؟ ده في السكن ما هو ده سكندري خلي بالك بص السكندري الاستيميوليشن مش محتاج اي حاجه تبقى على الشعر وبالتالي بتلحق ده في خلال 24 ساعه ممكن تلاقي ليش ماشي لكن البرايمري اول مره لا ما بيحصلش على طول على بال ما يحصل درماتايتس بياخد وقت شويه. أيوة. وانا دكتور قال لي بخلي السي تي ال بتقتل البنكرياتيك سيلف ما هو هي ضد السيلف بالطيب ما هو ضمن السيلف رياكتف اللي هم الخلايا الخطيره اللي هي هيربت نيجاتيف سيلكشن فبتتعرف على السيلف بالطيب وتتحسن دكتور ماشي يعني مشكله مش في البنكرياس مشكله لا طبعا مشكله في الميون سيستم بس ملوش اي خليه ولي طبيعي انها تطلع ام اتش سي كلاس 1 بالسيلف بالطيب لكن انت ما عندكش تي سيلف تتعرف عليه فعشان كده ما حصلوش اوتو ميون سيستم. اول حاجه اشمعنى السكات ممكن تضرب البنكرياتيك اشمعنى السكات؟ لا دي ضد البنكرياتيك مش بصراحه مش تي سي في سبيس فدي اصلا ضد البنكرياتيك لو مفيش مشاكل مثلا ثانيه لا هيبقى لها نوع ثاني من التي سي مش كل الناس بيحصل لهم كده انت مثلا حصل لك اوتو ايميون في الليفر يبقى عندك سي تي في ضد البنكرياتيك ماشي يعني بناء على ايه قلنا اوتو ايميون ضد البنكرياتيك التي سي اي ده ضد البنكرياتيك الاف ده بتاع البنكرياتيك لا نفس الشخص ده مش شرط ممكن ما هو ده جينيتك افكت طبعا بس مش هتبقى نفس سي تي ال مش نفس بس على شرط الاميون ريسبونس هيبقى سبيسيفيك لهذا الكارير بالذات. يعني ده في بروتين فمثلا الاميون ريسبونس ما يجيبش الارتس واخد بالك في كونديشن ثانيه ممكن الكارير والبروتين اللي هو اللي مش موجود عليه الحق هو في السكن من 24 ل 48 هو نفس السؤال بتاع يوسف بص ما دام هو عنده سنسيتايزد ميموري النتيجه بتطلع بسرعه بيطلع لك الدم مش بسرعه هو راحت للسي تي ال والتي اتش 1 عملت لهم اكتيفيشن هم بقى بيرجعوا للسكين واخد بالك بيرجعوا بقى عن طريق الريكروتمنت اللي احنا قلنا عليه لا ما هو دايما اللوكال بيبقى في لوكال يعني انت عندك حساسيه هنا يبقى انا هعمل هنا وبعدين ارجع كده في وشك يبقى هعمل هنا وارجع كده على حسب مكان الوش ايوه تعمل اكتيفيشن لا المقصود هنا ايه؟ تي هيلبر دايما بتنشط لكن في حالات التوبيكولين هي اللي لعبت الدور الرئيسي فاهمني لان مفيش خليه بعينها ماتت في الجرانيلوما اسبايدو كده لكن اي ديزيز يكون في خليه بعينها بتموت تبقى ده سي تي ال عضو سي تي ال بالظبط تي هيلبر نشطتها وهي دي ايوه اقول لك ليه بقى انت حطيتيه قبل كده مره واخد بالك يعني بص اول مره انت حطيتيه بس ما حسيتيش بحاجه دي حاجه اسمها سنسيتايزيشن يعني مجرد بقى عندك في الليمف نود الدي بتاعتك انت بقى هتحطيها مره ثانيه ممكن يحصل ريكروتمنت سريع جدا يعني ممكن اقل من 24 ساعه ماشي طيب خلاص طلعوني الاوتو ايميون دلوقتي بقى يلا يا جماعه
ولا حنا خلاص يا ماما ماما المادي شويه هناخد يا جدعان خربتك الساعة 6:30 إلى 5 واحنا قلنا لازم نخلص شرح الساعة كام؟ 7 بالظبط والداتا شو لا 7 ده ربع ده حرام 7 والداتا شو بالكتير 10 دقايق لأن أنا لو اتأخرت هنا عن 7 وربع بيقفلوا البيت عندنا فمش حقيقي مش هعرف أبات في البيت يا باشا أبات في البيت يا سلام يا أخويا تعرف تذاكر شوية معايا صح مش هتضيفني طبعا هتستغلني مش هتحط لي العشاء لما أشرح لك طبعا هدي أخرتها يا شبراوية برضه طبعا يا حبيبي أنا معايا خلاص هناخد دلوقتي حاجة اسمها اوتو اميون ديزيز ممكن تبصولي يلا يا جماعة هنا اسهل احنا خلصنا اصعب صفحة دي بصوا طبعا الاوتو اميون ديزيز يعني انك انت تعمل ريسبونس اجينست سيلف انتيجين طبعا بقى الدرس ده صفحتين اول صفحة حاجة اسمها سيلف تولرنس يعني مش المفروض ان انا هاجم السلف تيشو لان المفروض انا متسامح مع السلف تيشو فاحنا اول حاجة هندرس ايه؟ ايه الميكانيزمات اللي بيها انت تتسامح مع السلف تيشو؟ طيب الصفحة اللي بعدها بقى هندرس طب ليه بيحصل اوتو اميون ديزيز؟ ايه الميكانيزم بتاع الاوتو اميون؟ وطبعا قولولي في علاقة بين دي ودي؟ يعني كل ما ميكانيزم في السلف تولرنس ما يبقاش شغال عندك اكيد هيلبسك اوتو هي فان شاء الله تقعدي ساكتين الصفحتين مش هياخدوا اكتر من نص ساعه ماكسيم يلا بص كتير قوي الصفحتين دول عباره عن اربع صفحات في الكتاب اللي قال كتير المتخلف اللي قال كتير بص دلوقتي اول ما معنى كلمة سيلف تولرنس؟ أنا كاتبها لكم بالقصير. سيلف تولرنس معناها إنك ما تعملش ريسبونس ضد السيلف أنتيجين. ده معنى كلمة سيلف تولرنس. نو ريسبونس أو أن ريسبونس تو سيلف أنتيجين. طيب السؤال ده إيه الميكانيزمات بتاعة التولرنس؟ عندنا نوعين من الميكانيزمات. نوع اسمه سنترال تولرنس ونوع اسمه peripheral tolerance. هبتدي الاول بالاولاني العبيط جدا. Central tolerance هو التولرانس اللي بيتم في البرايمري لينفويد اورجن. حد فاكر من هما البرايمري لينفويد؟ الساينس والبون مارو. قولوا لي مش التي بيحصل لها ماتوريشن في الساينس والبي بيحصل لها ماتوريشن فين؟ في البون مارو. فلازم يحصل فيهم Central tolerance. قبل ما اقول لكم بقى لان احنا خدناها هو وقت السنترال تولرانس في حياتنا امتى؟ معظمه احنا انترا يوتراين معظم واحنا فيتس يعني يا حبايبي على بال ما بنتولد بيكتمل في اول 3 4 سنين وبعد كده ما بقاش حاجه اسمها سنترال تولرانس في حياتك. طيب السؤال بقى هو السنترال تولرانس ده بيحصل بايه؟ حاجه هبله بالنيجاتيف سيلكشن. حد فاكر يعني ايه نيجاتيف سيلكشن؟ يعني التي سيل اللي التي سي ار بتاعها بيتعرف على السيلف بيبتايد انا بدلتها بعمل لها ابوبسيس. اظن خدنا الكلام ده بيت مره. في الساينس بيحصل فين؟ في المضلمه لو انتوا فاكرين. وبالنسبه بقى للبي مش البي بيحصل لها ماتيوشن في البون مارو؟ فلما ناخد البي هقول لك نفس الحكايه البي بيحصل لها نيجاتيف سيلكشن في البون مارو بنفس الطريقه. بس في هنا حاجه جديده بقى حاجة ممكن تحصل في البي ولا تحدث في التي اسمها ريسبتور اديتنج. قولوا لي يا جماعة هو اديتنج يعني ايه بالعربي؟ تعديل. يعني بصوا بقى هناخدها في البي ادي بي وعليها انتجين ريسبتور بيتعرف على السيلف بالتايت فهقول لها انا مش هقتلك انا هديكي فرصة تغيري الانتجين ريسبتور بتاعي تعملي له ايه؟ ما عملتش ايديتنج يبقى تعمل لها ابوبتوسس على طول. بس
ده ميكانيزم خاص بمين فقط؟ البي. التي لا ما بيبقاش فرصه. التي تعمل لها نيجاتيف سيلكشن. هبصوا في الورقه لو سمحتوا. السهم اللي على اليمين مكتوب ريسبتور اديت. اكتبوا يا حلوين فور بي سيل، يعني ده للبي. فور بي سيل مش للتي. هناخدها في البي بقى. اول الجين بتاع التي بيبقى ايه ريفرسبل خالص، ما حصلش فيه ميوتيشن، لكن البي ممكن يحصل ميوتيشن للجين بتاع الريسبتور. بص طلعوني صفحه 6 اقلبوا بالالوان. صفحه الالوان، صفحه 6 دي صفحه الاوتو اميون كلها، رسومات الاوتو اميون مع بعض. بصوا تحت خالص لو سمحتوا الاول. ادي السنترال تولرانس يا جماعه. بصوا بقى عامل لك ايه. عندك الخليه الفايلوت دي اما تيونين فوسايت اتعرفت على السيلف انتجن اللي هو الاصفر، ساعتها قدامك حل من اتنين، يا تعمل لها ديليشن يا تعمل هي ريسبتور اديتنج. وكاتب لك تحت ريسبتور اديتنج ده خاص بالبي بس، التي ما يحصلهاش كده، ملوش دعوه بالسهم التالت دلوقتي. طيب ارجع بقى للورق، نخش على الميكانيزم التاني. اسم بيريفرال تولرنس. بصوا بقى يا حبيبي يعني ايه بيريفرال تولرنس؟ ده التولرنس اللي هيحصل لي في السكندري لينفويد اورجن. فاكرين مين هم السكندري لينفويد؟ الليمفينود واللي ما تناموش يا جماعه ارجوكوا، الحاجات دي مش سهل انك تفهمها لوحدك، فخليكم مركزين معايا. انا خلاص خلصت الحاجه الصعبه. بصوا الليمفينود والسبلين بيتم فيهم البريفرال دول. واحد يقول لي ايه ده؟ هو انت محتاج البريفرال ليه؟ مش انت عملت سنترال؟ لا قلناها. ايوه قلنا في سيلف رياكتيف تي بتسكيب النيجاتيف سيلكشن، فاكرين الكلام ده؟ وفي سيلف رياكتيف بي. فهيروحوا بقى في الليمف نود والسبرين. لازم انت بقى تدبس على نفسه. يعني يا اما تعمل لهم انهبيشن يا اما تعمل لهم ديليشن. وده الفرق الجوهري بين سنترال وبريفر. سنترال انت ديليشن وخلاص، اللي بيقف قدامك ديليشن. لا هنا بقى انت ممكن تخلي السيلف رياكتيف موجوده بس تبقى عامل لها ايه؟ انهبيشن. طب السؤال بقى، ما هي الميكانيزم بتاع البريفر؟ خمسه. بصوا في الورق هنقراهم مع بعض لان احنا سمعنا عن اثنين منهم. اول حاجه اسمها انرجي. ايوه بالظبط. تاني حاجة، ودي أول بقى مرة تتكتب في الكتاب الحتة دي، Activation Induced Cell Death. تالت حاجة تي ريجولاتوري، سمعنا عنها. رابع حاجة، اسمها إجنورانس، يعني تجاهل. وخامس حاجة، اسمها هيلبلسنس. ومعلش عندكم هيلبلسنس رقم خمسة مش رقم أربعة، يعني هي أربعة متكررة مرتين، فخمسة هي هيلبلسنس. يلا بصوا أول حاجة. بصوا ما معنى كلمة انرجي؟ تعالوا نفتكر مع بعض، قولوا لي يا جماعة. مفروض أي ماكروفيج وهي راح تعمل انتيجين برزنتيشن، كله يبص لي. آدي الانتيجين برزنتنج سيل. مش مفروض أنا مطلع الانتيجين مع ام اتش سي؟ سواء كلاس 1 أو 2. هروح للتي. قولوا لي عشان نعمل لها اكتيفيشن. مش لازم يبقى انتجن ريكوجنيشن وفي حاجه اسمها كوستيميوليشن. واهم كوستيميوليشن كان مين؟ بالظبط بي 7 يلزق في سي دي 20. واللي يليه في الاهميه السي دي 40 بالظبط عشان يلزق في السي دي 40. مش ده الطبيعي؟ بص بقى افرض انتجن بريزنتنج سيل راحه بسيلف بيبتايد، وده بيحصل كتير. ومن اجل حظك الوحش كان في كمان السيلف رياكتيف تي بتاعته. ده ايه بقى في معظم الاحوال؟ الانتيجين بريزنتنج ما بتطلعش بي 7 ولا بتطلع سي دي 4. ساعتها بقى قولوا لي ما طلعتش بي 7 ولا سي دي 40، فلما اروح اعمل اكتيفيشن للتي هل يحصل لها اكتيفيشن؟
يا صلاح حاجه اسمها ايه؟ انرجي. فاكين انرجي يعني ايه؟ شلل اللي هو ايريس. فاكين قلنا لو العمليه طولت بتنتحر، يا صلاح حاجه اسمها ابوبتوزس. وبصوا الرسمه بتاعته بقى، اطلعوا فوق خالص لو سمحتوا في صفحه 6. الاول انا كاتب لك ايه في الاول الرسمه؟ النورمال تي سيل ريسبونس. كل يبص على الرسمه يا جماعه. النورمال تي سيل ريسبونس الانتيجن بريزنت، شايفين؟ لازم البي 7 ينزل في السي دي 28. انزلوا تحت بقى على الانرجي اللي بيتكلموا، انزلوا تحت على الانرجي، شايفين بقى عامل لك ايه؟ عامل لك علامه حمراء بدل السي دي 28، يعني السيجنال ده ما حصلش، كاتب لك اوف سيجنال، يعني البي 7 ما حصلش تفاعل مع السي دي 28، يعني ما كانش موجود التفاعل ده. ده اسمه اوف سيجنال. فساعتها التي سيل على طول يحصل لها ارست. طيب نيجي بقى الباراجراف اول مره يتقدموا يكتبوا. طبعا هم لسه ما شرحوش في الكتاب في الاوتو ايميون، هم لسه في المحاضره مش هيوصلوا لها دلوقتي، فانا لازم اديكم نبذه عنها وهعملها لكم بالرصاص عشان الام سي كيو. حاجه بقى اسمها، طبعا دي فوق مستواكم اساسا يعني ما كانش مفروض يكتبها، حاجه اسمها Activation induced cell death. كله يبص لي، محدش يكتبه ورا. بصوا يا جماعه، دي معلومات جديده ما تخافوش. دلوقتي انا عندي انتيجن بريزنتنج سيل الطبيعي بتروح بالام اتش سي مع الانتيجن تعمل اكتيفيشن للتي، عملت لها كوستيميوليشن وعملت كل حاجه، فالتي ابتدت تبقى اكتيفيتد. ساعتها بقى بيحصل ايه؟ يتكون جوه التي حاجه اسمها انتي ابوبتوتيك بروتين. قولوا لي يا جماعه هو يعني ايه انتي ابوبتوتيك؟ يعني يمنعها من الانتحار. مش معقول انا عملت لها اكتيفيشن عشان تشتغل ويجي يحصل لها انتحار لاي سبب، فبتفضل التي دي عايشه فتره طويله. ده في النورمال كونديشن. لقوا بقى حاجة غريبة بتحصل بالنسبة للسيلف رياكتيف تي. لو ده في سيلف بيبتايد وراح يتفاعل مع سيلف رياكتيف تي، لقوا حاجتين بيحصلوا. أول حاجة السيلف رياكتيف تي تبتدي تكون حاجة اسمها برو أبوبتوتيك بروتين. هو يعني ايه برو؟ يعني انا بستعد للابوبتوز، فاضل على الحلو زقه. الحلو ده هو ايه بقى؟ تخيلي. لا مش هو الابوبتوز يا خفيف. طيب بص، يطلع على السيلف رياكتيف تي فاس وفاس ال في نفس الوقت، فكل سيلف رياكتيف جنب بعض يطلع عليهم فاس وفاس ال. تقدر تقول هيعملوا ايه ببعض؟ هيموتوا بعض. يعني الفاس ال ده هيلزق في الفاس دي تموت، والعكس بيحصل برضه، فاس ال دي تلزق في دي، وحواليكوا صورتها في الدبلش. ده اسمه اكتيفيشن انديوس سيل ديث، وده ما بيحصلش الا في السيلف رياكتيف. وبعد كده مش مهم اللي بيطلع الاول، المهم ان في الاخر كله بيطلع بطول. ماشي يا جماعه؟ طيب في ظهر الصفحه بقى امليكوا الشرح عشان الامسك. في الريتن هتكتب كده زي الكتاب. الصوره بتاعتها في الداتا شو ما كنتش شايلها صوره كويسه، فما عادش انزلها لكم الاول، لكن جبتها لكم في الداتا شو. بص اكتبوا لو سمحتوا. نمبر 1 هي 1 و 2 نورمال اكتيفيشن اوف تي سيل. نورمال اكتيفيشن اوف تي سيل. انتي ابوبتوتيك بروتين. انتي ابوبتوتيك بروتين. يلا نمبر 2 اكتيفيشن اوف سيلف رياكتيف تي. اكتيفيشن اوف سيلف رياكتيف تي. طلعوا سهمين. اول سهم برو ابوبتوتيك بروتين، بيتكون حاجه اسمها برو ابوبتوتيك بروتين. السهم التاني اكسبريشن اوف، بيطلع على سطح الخليه اكسبريشن اوف
face and the face in. Expression of face and the face in. بص بقى هنبتدي نعمل حاجة مهمة عشان نختصر الوقت. قلوب. عايزين بقى نربط هنا ورايح الميكانيزم بتاع التوليرانس بالميكانيزم في اوتو اميون. يعني بعد ما شرحت لكم ده اقدر اقول لكم ان الابوبتوزس مهم في التوليرانس ولا لا؟ مش احنا في السنترال توليرانس عملنا حاجة اسمها نيجاتيف سيليكشن معتمد على الابوبتوزس، وفي الظاهرة دي محتاج ابوبتوزس ولا لا؟ افرض واحد فينا بقى مولود بجينيتك ديفكت في الميكانيزمات بتاعت الابوبتوزس، كده مش هيبقى فيه توليرانس كويس ولا لا؟ فكده ممكن يلبس اوتو اميون ديزيز ولا لا؟ فقلبوا الصفحه بقى لو سمحتوا، وهنرجع للصفحه دي بعد كده. قلبوا الصفحه، طلعوا الايتيولوجي في اوتو اميون، الصفحه اللي بعدها على طول. بص لي بقى في حاجه فوق اسمها جينيتك فاكتور. الباراجراف التاني بقول لك ايه؟ احد اسباب الجينيتك في الاوتو اميون ان انا ابقى عندي ديفكت في الجينز الريسبونسبل فور الليمفوسايت ابوبتوزس. قولوا لي بقى ساعتها مش هيحصل ايه زي ما اتفقنا؟ لا هيحصل لك نيجاتيف سيليكشن كويس ولا هيحصل لك الاكتيفيشن كويس. ماشي يا اخويا؟ يلا اجابه للسؤال. كل ما ناخد ميكانيزم من هنا هنقوم ايه نطين لعكسه من الناحيه الثانيه. بص تالت حاجه دي سهله بقى مش محتاجه شرح. التي ريجولاتو حد فاكرها؟ انتوا نمتوا كلكم خلاص يا جماعه، خلاص قدامنا ربع ساعه بالكتير ما تناموش. قولوا لي مش التي ريجولاتو بتطلع انترلوكين 10 وتي جي اف بيتا؟ مش ده بيعمل انهبيشن ولا لا؟ نفس الحكايه هتحصل على السيلف ريجولاتو. ربنا عامل في اللين في نود تي ريجولاتو جنب السيلف رياكتيف تي عشان تكبس على نفسها بانترلوكين 10 وتي جي اف، فما بتموتش بس بتفضل ايه؟ انهبتد. انتوا بقى فكروا معايا، يعني لو قلت لكم ان كل ما بنتقدم في العمر عدد التي ريجولاتوري بيقل جامد، يبقى انا متوقع انه ممكن يحصل لي ويز ايج اوتو اميون ديزيز ولا لا؟ يبقى احد اسباب الاوتو اميون ديزيز ان التي ريجولاتوري تقل مع التقدم في العمر. فاقلبوا الصفحه لو سمحتوا وبصوا تحت خالص على شمالكم في كاتيجوري اسمها environmental cause of autoimmune. مكتوب عندك نمبر 2 ايه؟ decrease T regulatory with age. فساعتها السيلف ريأكتيف T مش هتبقى inhibited كويس. ماشي حبايبي؟ طيب ارجعوا بقى للصفحه اللي احنا فيها. فاضل لنا اتنين ميكانيزم. النبي يا جماعه اللي نايم يصحى في الحته. عندنا حاجه مهمه هنحتاجها في ثلاث دروس. حاجه اسمها سيكويسترد انتيجين. فبصوا لي بقى سيبوا الورق خالص ومحدش يكتب ورق. الاول نترجم هو يعني ايه سيكويسترد بالعربي؟ مستخبي. حاجه مستخبيه او هيدن. الاول يا خيو يبطل زن انت والمنطقه اللي حواليك، حتى لو بتكلموا في العلم والله ما انا عارف والله، بس وقت فوتكم شويه. بصوا السيكويستر ده انتيجين قبل ما اقول لكم دول ايه لازم يتحفظوا صم. اربع حاجات، البرين واللينس والكورنيا والسبيرنس. يبقى في اي درس نجيب سيره سيكويستر ده مش هناخدهم في الدرسين بعد كده، هم دول الاربعه لن يتغيروا. السؤال بقى هو يعني ايه سيكويستر انتيجين؟ هي المستخبيه ببساطه انتيجين ما بعتتش ممثلين ليها للسايتس. واحد يقول لي ليه العبط ده؟ هو يعني ايه الكلام ده؟ بصوا لي كده قولوا لي فاكرين النيجاتيف سيلكشن في المضله مش كان بيتم كالاتي؟ عندي دندريتك سيل فاكرينها؟ الدندريتك سيل دي مطلعه ايه؟ ام اتش سي كلاس 1 و2 وجواها سيلف بيبتايد ولا لا؟ فبجيب كل تي سي ار اشوفها بتتعرف ولا لا؟ ما قلتلكوش ساعتها بقى هو ايه نوع السيلف بيبتايد اللي موجود على الدندريتك؟ جميع الانتيجين اللي في جسمك. بمعنى اثناء التيرن اوفر بتاع الخلايا بتاعتنا بيطلع ملايين الموليكيول
فالملايين دول يروحوا للسايبس، وساعتها بقى الدندريتك تاخدهم وتبتدي تطلعهم على الام اتش سي. فانا بقى التي سي ار اللي موجود عندي اشوف هل واحده فيهم بتتعرف على العالم دي ولا لا. طبعا قولوا لي بقى، ناس ما بعتتش السيلف انتيجين بتاعها للسايبس، ساعتها بقى لو عندك سيلف رياكتيف تي ضدهم هل هيحصل لهم نيجاتيف سيلكشن؟ لا. يبقى عندنا كلنا السيلف رياكتيف تي اللي ضد العالم دي، او خلي بالكوا بقى السبيرم عيبه انه بيتكون افتر بيوبرتي، وانتوا فاكرين السنترال تولرانس بيكتمل بعد سن 5 سنين، يبقى انت عمرك ما هتعمل نيجاتيف سيلكشن للسيلف رياكتيف تي بتاعته. المهم طلعت السيلف رياكتيف تي في الليمف نود، حلو كده ولا هنحس بيها؟ ايه بقى هو ايه اللي هيوصل لها الانتيجين دي اساسا، ولا هي هتشوفها منين؟ دي انتيجين مستخبيه والسيلف رياكتيف تي في الليمف نود، يعني زي ما يقولوا كده ايه، الفتنة نائمة. السيلف رياكتيف تي دي عمرك ما بتعمل لها اكتيفيشن، وعشان كده بنقول ايه بقى، انت بتتجاهلها، حاجه اسمها ignorance. كلمه ignorance يعني انت متجاهل، لانها ما بتشوفش الانتيجين. عايزين بقى نفكر مع بعض المره اللي قدام كده، تفتكروا بقى من الذي ممكن ان ينقذ الفتنه؟ مش الفتنه نائمه لعن الله ومن ايقظها، مين بقى اللي هيقذها؟ تروما والصوت. مثل بقى بيتقال في المحاضره دايما، اللي حبايبي سمعوا عن مرض اسمه كاتراكت، اللي هو الميه البيضاء اللي هو اللينس بتاعت العين بيحصل فيها اوباسيتي. فكروني لما اللينس يحصل فيها اوباسيتي بتعمل ايه؟ بتشيلها وتحط واحده ايه بدلها، صح؟ اثناء اللينس دي سيكويسترد ولا لا؟ طيب اثناء ما انا بشيلها في العمليه، مش شوية بروتين منها بيدخلوا السيستميك سيركيوليشن، خاصة ان بيبقى فيه فاسكولاريتي مفتوحة بتاعت العملية. قولوا لي بقى يروحوا فين؟ في الليمف نود. يصحوا مين؟ السيلف رياكتيف تي بتوعها. فيقوموا طالعين من الليمف، والسيلف رياكتيف بي طبعا، ويقوموا طالعين من الليمف نود. واحد يقول لي طب ما انت شلت اللينس، يهاجموا اللينس التانية. فتلاقي بعد العملية اللينس التانية دي حصل لها سيفير انفلاميشن. حتى بقى في رمض السنة الجاية هيقولك ايه، بيسخروا من اللي حصل ده، فبيسموا المرض ده سيمباثاتيك اوفثالميا. انتوا عارفين سيمباثاتيك يعني ايه؟ تعاطف. يقولك انت لما شلت اللينس دي، دي زعلت عليها فقامت عيطت وحصل فيها انفلاميشن. وعلى فكره بتيجي عيطوا عليك يا ميت. بص هتيجي بقى في الام سي كيو على هيئه حاله، يقول لك واحد مش شرط يجيب لك كاتركت عمل اوبريشن في الاي، وبعد شويه ابتدى يحصل له سيفير انفلاميشن، فده سببها ايه؟ قبل بقى ما اديكم مقدمه عن السيكوستر، بصوا في الورقه الاول قولوا لي مكتوب عندكم ايه؟ ignorance اللي هم السيكويستر ده انتيجين كذا 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 كذا، نو ستيميوليشن اوف سيلف رياكتيف تي، ده في الاحوال العاديه. ايه اللي بالصفحه بقى؟ وبص لي تحت في التروما والانفكشن، تلاقي اول سبب ريليس اوف سيكويستر ده انتيجين. طبعا التروما هنا المقصود بيها يا جماعه اوبريشن، يعني واحد عمل عمليه، فالسيكويستر ده انتيجين تدخل السيستميك سيركيوليشن وتعمل لك ستيميوليشن للسيلف رياكتيف. وحبايبي هيكتبوا المرض ده بالرصاص، اكتبوا اسم سيمباثاتيك اوف سالميا. انتوا عارفين اوف يعني اي، ومية يعني مرض، اوف سالميا اوف سالميا. تاخدوه في الرمل هتاخدوه جامد قوي، مش كده؟ اقول لك الدكتور الكويس هو اللي يشيل اللينس من غير ما يفتتها، يعني يشيلها قطعه واحده عشان ما يسمحش لشويه بروتين انهم يدخلوا. طيب عايز بقى امليك مقدمه على السيكويستر، عشان دي هنتعرض ليها كتير قوي. السيكويستر سطرين في ظهر الصفحه، اكتب سيكويستر
sequestered entities. Sequestered entities. Do not reach the sinus. يا بنت كتير. Sequestered entities. Do not reach the sinus. Sinus. سايمس يا حبيبي، دي كلمه قبيحه. سايمس عشان قلت لك ما بيعتوش ممثلين للسايمس. النبي يا جماعه، صح خلاص سهل. زير بتاعتهم يعني زير سيلف رياكتيف تي، يعني زير بتتكتب كده تي اتش اي ار. انا حسبي الله ونعم الوكيل. يا دكتور ما بنقولهاش احنا كده، امال بتقولوها ايه؟ زيل. طيب ماشي، يعني دي في الانجليزي بتبقى زيل. طيب ده مش سجل قالت لكم كده؟ طيب هنطلعها من عم جيد الصحاح ونشوف نطقها الحقيقي. ماشي خلاص نغير اتس. خلاص اتس خلاص خلاص. انتوا قدره طبعا، انتوا الانجليزي بتاعكم يا جماعه جبار جبار. اتس سيلف رياكتيف تي سيل. It's self-reactive T-cells. دوك هم T-cell بتاع دوك هم اكتبها كده، دوك هم T-cell بتاع ولا خير. اكتب خير، اكتب خير، اكتب المرارة. It's self-reactive T-cells. It's self-reactive T-cells are not exposed to negative selection. It's self-reactive T cells are not exposed to negative selection. وعشان كده بيروحوا للليمف نود، بس هما بيفضلوا نايمين زي ما قلت لك كلمة كده. طيب. يعني يا دكتور ما تبقاش كل الخلايا تبقى معاهم. دول بس، دول بس. عندنا كلنا. بس ما عملتش عملية خلاص ولا هتحس بيها. آخر ميكانيزم. سنة واحدة، خلص بس نمبر 5، واسأل. آخر ميكانيزم بقى، حاجة اسمها هيلبلسنس. ودول يا بتوع الإنجليزي، مش نجلة. هو يعني إيه هيلبلسنس؟ أصل الله عليكم، عدم المنطقة صح؟ طيب، المهم، إيه بقى حكاية عدم المساعدة؟ كله بصوا. دلوقتي أنتم ملاحظين، يلا يا جدعان. أنتم ملاحظين يا ابني ان الميكانيزمات الاربعه اللي انا قلتها بتاعت البريفرال بولرز معظمها بيتكلم على ازاي نعمل انهيبيشن للسيلف رياكتيف تي، بينما احنا مطنشين السيلف رياكتيف بي، ما بنتكلمش كتير ازاي بنعملها سبريشن. يجي يقول لك ايه بقى؟ توس ولا تهتم بيها. ليه بقى؟ هنعرفه في المذكره الجايه على طول لما ناخد اليومين. عندنا قاعده بتقول ايه؟ عشان البي سيل يحصل لها ستيميوليشن لابد ان التي سيل تساعدها. قولوا لي احنا مش خدنا البي سيل بتشتغل كانتيجن بريزنتنج سيل، بس ما خدناش ازاي؟ هنعرف بقى انها بتشتغل كانتيجن بريزنتنج، بتروح للتي عشان التي تساعدها. لو التي ما ساعدتهاش البي مش هتتحول لبلازما وتطلع انتيجن. فبص بقى يقول لك ايه؟ حاجة بسيطة. افرض انت عندك سيلف رياكتيف بي اكتف، يعني ما حصلهاش اي حاجة، هل اهتم بيها؟ اقول لك ولا تهتم بيها، لانها لما تروح تطلب المساعدة من السيلف رياكتيف تي بتاعتها هتلاقي حاجة من اتنين، يا ماتت يا اما انهبت، يعني هيلبلسنس، لن تساعدها السيلف رياكتيف تي الا اذا. قولوا لي بقى السيلف رياكتيف بي ممكن تشتغل لو السيلف رياكتيف تي بتاعتها حصل لها اكتيفيشن. عارفين ممكن مين اللي يعمل لها اكتيفيشن؟ السوبر انتيجن. هل تذكرون السوبر انتيجن؟ بصوا بقى، في ثانيه. قولوا لي يا جماعه، هي السوبر انتيجن بتعمل استيميوليشن لكام تي؟ كتير قوي، الاف صح؟ طب بذمتكم مش بتعمل اصلا استيميوليشن سبيسيفيك ولا نوت سبيسيفيك؟ نوت سبيسيفيك. يبقى مش ممكن احد الخلايا اللي السوبر انتيجن يعمل لها استيميوليشن هي السيلف رياكتيف تي، وكده السيلف رياكتيف تي اشتغلت لوحدها ولا لا؟ من غير ما تقابل السيلف تايب ساعتها بقت اكتف، فتيجي السيلف رياكتيف بي هتطلب منها المساعده هتديها لها،
وتعمل لك اوتو اميون ديزيز. وهو المكتوب بقى اقلبوا الصفحه لو سمحتوا. بصوا على الانفكشن والتروما العمود التالت. يقول لك ايه؟ تحت. يقول لك لو جالي بكتيريال توكسن، انتوا فاكرين السوبر انتيجين دي توكسن. وسوبر انتيجين هتعمل بولي كلونال اكتيفيشن وقد يكون السيلف رياكتيف تي احد الخلايا. طبعا قولوا لي هنا السيلف رياكتيف تي هتساعد مين دلوقتي؟ السيلف رياكتيف بي. اكتبوها بالرصاص، السيلف رياكتيف تي ويل هيلب سيلف رياكتيف بي. ويل هيلب سيلف رياكتيف بي. عايز بقى لان احنا فضل لنا 5 دقايق الشرح لان في حاجات كتير انا هعملها انتوجيشن بالك. امليكوا حاجه وراجع حاجه. قولوا لي بقى لو انتوا جدعان عايز منكم تقولوا لي 3 حاجات وحشه ممكن تنتج عن السوبر انتج. حاجتين الحلقه اللي فاتت وحاجه الحلقه دي. سيبت شوك. طيب و اوتو اميون. فاضل واحده الحلقه اللي فاتت. السهم التاني في السوبر انتجن. لا هي الخليه اللي بيحصل لها اكتيفيشن. من كتر الاكتيفيشن ممكن يحصل لها ايه؟ انرجي. يا نهار اسود قلناها. يخرب بيت كده مش احنا قلنا الخليه الكي هيلبر اللي طلعت الفوكاين كتير دي ممكن بعد شويه يحصل لها انرجي ولا السهم التاني يا جماعه في السوبر انتجن. كان السهم الاولاني بولي كلونال اكتيفيشن والسهم التاني انرجي. فاكتب لي بقى في ظهر الصفحه. يلا يا جماعه اكتبوا اكتبوا. شوفوا بيعملوا ايه في المسكه. اكتبوا سوبر انتجين كان ليد تو. حضرتك ما قلتهاش اصلا؟ نعم انا ما قلتهاش والله. طيب والله بتحلف والله انا ما قلتش انرجي خالص يا جماعه. مش معقول مش معقول. طيب خلاص ممكن تكتب. انا قلت اه سوبر انتجين كان ليد تو. طلع 3 اسهم. سوبر انتجين كان ليد تو. طلع 3 اسهم. اول انتجين اول سهم اصلا سيبتك شوك. دي حاجه وحشه سيبتك شوك. السهم التاني اوتو اميون ديزيز. دي الحاجات الجامده. السهم التالت انرجي ودي اقل حاجه. يعني لما تدي سيبتك شوك انرجي يعني دي من كتر الاكتيفيشن. بعد ما لما حصل لها اكسس اكتيفيشن وطلعت سيتوكاين كتير بعد كده بتحصل لها اكزوشن فبتخش في حاله شلل. طيب بصوا ايه رايكم بقى؟ مش عارف نقدر نسمعها على الغايب ولا لا. الـ5 ميكانيزم بتاع السيلف توليرانس ونربطهم بالصفحه بتاعت الاوتو ايديو عناوين بس قولوا لي. ممكن حتى لو تبص اول حاجه فوق كان اسمها ايه؟ انرجي. انك تروح للتي من غير ما تعمل لها ايه؟ كوست ديليشن اللي هو بيسيب. تاني حاجه اكتيفيشن انديوز سيلفس انك تخلي سيلف رياكتيف تي تقتل بعضها. ويعني معنى كده في الاوتو اميون لو عندي ديفكت في الجين بتاع الابوبتوزس يبقى انا كده ده احد اسباب الاوتو اميون. طيب تالت حاجه تي ريجولاتور. وعشان كده لو تقدمت في العمر وكانت التي ريجولاتور قليله ساعتها هيجي لي اوتو اميون. رابع حاجه السيكويستر ده انتج ده مفروض التي سيل بتبقى اجنورد. وبالتالي في الاوتو اميون لو حصل تروم وطلعت السيكويستر ده انتجن تلبسك اوتو اميون. خامس حاجه هيلفلسنس ان المفروض السيلف رياكتيف بي ما تتلقاش المساعده من التي الا اذا اتعرضت لسوبر انتجن ساعتها السيلف رياكتيف بي اشتغل. اقلبوا الصفحه بقى فاضل لنا حاجتين شرح وخلاص لان بقيه الحاجات ام اس كيو كلها قصدي توجيشن بقى عشان اخلص الصفحتين وهو بيظبط الداتا شو اسالني. بصوا بقى عندي عايزين بقى ناخد الصفحه دي بالترتيب. هو ايه اسباب الاوتو اميون ديزيز؟ 3 حاجات. اول حاجه اسمها جينيتك فاكتور. خدنا اللي هو بتاع الابوبتوزس وحاجة كمان خدناها زمان قولوا لي مش في أرقام من الـ MHC بيبقى معاها قابلية للأوتو إميون ولا لا؟ فاكرينهم B27 يجي لك إيه؟ أنكيلوز ديسبوندلايتس. TR4 يجي لك روماتويد أرثرايتس. بس بصوا بقى المعلومة الجديدة قولوا لي يا جماعة هل العلاقة بين الرقم وبين المرض
علاقة مطلقة؟ لا، يعني اديكم مثلا، هل كل المرضى بتوع الروماتويد أرثرايتس لازم يكون عندهم دي ار 4؟ طبعا لا، في مرضى عندهم ارقام تانية. طب والعكس، انا مولود وعندي دي ار 4، هل لازم يجي لي روماتويد أرثرايتس؟ برضو لا. يبقى العلاقة غير مطلقة. في ناس ما عندهاش الرقم ده اصلا، وفي ناس عندها الرقم ده لكن ما بيجيبهاش المرض. يبقى اكتبه على اول ايتم، The relation is not absolute. هو كتب لك سطرين فانا بلخصهم لك، يقول لك قليل ومش عارف ايه. The relation is not absolute. لما انتوا تعبانين كده بقى، امال اللي في الفارما فوق عاملين ايه؟ لما الحصه دي اصلا قصيره يعني، انتوا بتتدلعوا طيب المهم، The relation is not absolute، يعني العلاقه غير مطلقه. طيب ثالث جينيتك، اعملوا عليه انتروجيشن مارك، اللي هو decrease C1 و2 و4، ده كومبلمنت. كل ما نلاقي كومبلمنت وانتي بودي هنحلهم المره دي 1 و 3 و 4. اعملوا عليه انتروجيشن مارك، دي خاصه بالكومبلمنت. طيب تعالوا بعد كده الحاجه الثانيه، هوست فاكتور. بصوا بقى، ان شاء الله لما تكبروا تاخدوا بطنه وجراحه هتعرفوا حقيقه مؤلمه، ان معظم الامراض اللي في العالم الرجاله اكثر قابليه للاصابه بها، من اول الذبحه للسرطان الى خيله. يا شقى ربك بقى، العمليه كده وسعت قوي يا احمد. الكاتيجوري الوحيده اللي الستات اكثر عرضه للاصابه بيها هي الاوتو اميون ديزيز، بس ما بتموتش يعني. المهم بص بس ليه بقى؟ هم ربطنها بس الميكانيزم مش عارفينه بالهرمون بتاع الاستروجين. يقول لك ايه؟ الاستروجين ليه علاقه بالاوتو اميون بس مش عارفين ازاي، ودليلهم على هذا ايه؟ يقول لك نسبه الاوتو اميون ديزيز بتبقى عاليه قوي في الست في الشايلد بيرنج بيريود. عارفين اللي الشايلد بيرنج بيريود؟ الفتره اللي تقدر تخلف فيها، اللي هي من فين لفين؟ بعد ما تتولد بسنه تقريبا لغايه ما تموت، من اول بيوب 13 ايه دي بيوبرتي لغايه مينوبوز. يا نهار ازرق، انتوا ما تعرفوش الشايلد بيرنج، اطلعوا بره. واحد يقول لي 13، واحد يقول لي 17، وفي ست خلفت قبل ما ماتت بسنه عندها 67 سنة. ايه يا جدعان؟ ما سمعتوش شوية بوينت؟ الفترة من البيوبرتي للمونوبول، أعصاب ايه ونيل تاني؟ المهم يلا جبتولي العلة. بص، أشهر أمراض بتيجي للستات في المرحلة دي، قولولي سمعت عن حاجة اسمها جريفز ديزيز أو جريفز ديزيز؟ لا مش مارسينيا جريفز، حاجة تانية. جريفز ديزيز اللي هو بتاع الهايبرثايروديز. بعد كده في كمان ال اس ال اي سيستميك لوب، هتاخدوه في الباثولوجي واحنا هناخده. طب الحمد لله. طب بعد كده في كمان مرض اسمه ام اس مالتيبل سكليروزس، اكيد هتاخدوه. ده دي مايلينيشن في النيرف، يبقى مرض وحش قوي يا جماعه. يحصل دي مايلينيشن في النيرف يؤدي الى فايبروسس. طيب كل ده مرتبط ايه زي ما اتفقنا؟ بالاستروجين، لكن مش عارفين ازاي. اخر سبب للاوتو اميون انفكشن اند تروما. قولوا لي خدنا منهم حاجات ولا لا؟ اول حاجه سيكويستر ده انتجن، ده تروما. تاني حاجه يجي لك انفكشن بتوكسين سوبر انتجن. السام التالت اللي هو موليكولار ميميكري، اعملوا عليه علامه استفهام، هناخده في الانتي بودي. بعد كده تحت على الشمال خدنا التي ريجولاتوري ولا لا؟ اخر حاجه بقى هنشرحها. كله يبص يلا يا ماما بص. ساعات يحصل لي حاجه اسمها alteration of self antigen. حد عارف يعني ايه alteration؟ تخيل يعني. المهم بص، يعني ايه alteration؟ يعني تتعرض لدراج او فيروس او راديشن يغير لك السيلف تيشو، فساعتها الاميون سيستم يهاجمها. فيروس دي هنعرفها ازاي في الفيرولوجي، دراج نقدر نفهمها دلوقتي. قولوا لي
فاكرين الهابتن؟ مش احنا قلنا لما بنحط الهابتن على ايدينا بيشتغل له كارير السكين بروتين يجيلك ديرماتيتس. في بقى نوع تاني من الديزيز. افرض انا خدت دراج اورال زي برضو البنسل. تخيلوا بقى مش هو بيعمل هابتن وهو ماشي في الدم يلزق في ار بي سيز. يعني مين اللي اشتغل له ككارير؟ الار بي سيز. ساعتها قول هتطلع ايميون ريسبونس بين الاثنين ولا لا؟ فيحصل لك حاجه اسمها اوتو ايميون هيموليتيك انيميا. وهناخدها على فكره في حاجه اسمها تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي، هناخد الكلام ده بالتفصيل. بس اكتبوا لي بقى كلمه دراج هنا معناها هابتن. مكتوب عندكم اخر سطر او السطر قبل الاخير، كلمه دراج معناها هابتن. سمعتوا على اوتو ايميون هيموليتيك انيميا في امثله؟ ايوه هناخدها لحظه. طيب معلش يا دكتور افتح الباب عشان بقى نبتدي الداتا شويه. قول يا شيخ بقى اللي كنت عايز تقوله. ايه عايز انت نفس الكلام ده؟ تروما لو حصل انفليشن، حصل سيفير انفليشن في الفتاه دي، تعمل ريكروتمنت لانت شيب ساعتها بقى ممكن تعمل حمله وتروح تمام. انا مش عايز دلوقتي في الريسكينج ستيت. انت شيب بريزنتكس ما بتطلعش كوستيميراتيو مليكيول اساسا. وبالتالي خارج السلم طيب بالصدفه مش هتعرف تعمل. حصل بقى انفليشن تبتدي الكوستيميراتيو تطلع وتبتدي عمليه الانفليشن. يعني ده ميكانيزم ضمان عام لربنا عشان ما تعملش استيميليشن في الاحوال اللي هي العاديه. يعني قصدي الهايبر سنسيتيفيتي دلوقتي نفس الميكانيزم بتاع السيل ميديتد بس زي ما اتفقنا اكزاجريتد. طيب دلوقتي فاكرين التي ال بار 1 بيحصل لها اكتيفيشن فبتطلع تي ان اف وانترفيون جاما انا ما تركه في المقدمه. بعد كده هيحصل ايه؟ هيعملوا انفلاميشن ويعملوا اكتيفيشن للماكروفيج. وطبعا السي تي ال بتلعب دور. فاكرين هي بتعمل لايسز للخلايا اللي عليها انتيجين. فاكرين الانتيجين ده ايه وايه وايه؟ يا اما هابتن يا اما تي بي يا اما سيلف بالظبط. طيب جميل الاكزامبل بقى قولوا لي الليبروسي والتي بي جالكوا معاهم جرانيلوما ولا لا؟ طيب بعد كده كونتاكت ديرماتايتس نتيجه الهابتن انسولين ديبندنت دايابيتس بالليل. بعد كده التوبيكولين تيست. بصوا بقى دلوقتي انا بحقن التوبيكولين انتيجين انترادر واخدين بالكم؟ بعد كده تعالوا بقى فاكرين السيكونس بتاع التوبيكولين. اول حاجه النهايه مش هيحصل لي حاجه اسمها ريسيما وانجويشن. دي بقى حصلت ازاي؟ اول حاجه خدت البي بي دي هقولك اتعرفت عليه التول لايك ريسبتور اللي هي بتاعه الدندريتك سيل. هتلاقي بقى اهو الدندريتك سيل اتعرفت عليه. بعد كده بقى الدندريتك سيل هتروح فين؟ مايجريت تو دريننج لينفينول. قولوا لي قبل ما تظهر هتعمل استيميوليشن لمين؟ تي هيل. بالظبط هتعمل انتيجين برزنتيشن للتي هيل. وبعد كده التي هيل بقى ايه؟ تعمل مايجريشن للحته مع الماكروفيج يعملوا الاريسيما والانجويشن اللي احنا قلنا عليها. طيب ادي بقى شكل الاريسيما والانجويشن. هتلاقوا هنا بقى مسطره. احنا بنقيس الدايمتر. ليه؟ هنعرف في السيستماتيك ان عشان اقول انه بوزيتيف لازم الدايمتر بتاعه يبقى 10 مللي فاكتر.
واخدين بالكم؟ اه دايما احنا بنقيس الانتويشن. انا عارف السيستماتيك ان شاء الله. الجرانيلوم، بص القصه بتبتدي ازاي. ماكروفيش بلع التي بي، التي بي تكاثر جواها وهي متنيله مش عارفه تقتله، والتي هيلبر 1 عماله تبعت لها انترفيون جاما ومع هذا هي لا تستجيب، فهضطر اعمل جرانيلوم. طيب كونتاكت ديرماتايتس، يا اسمه بقى غير اللي عندكم. بص ده هانت هابتن خدته الدندريتك سيل راحت بيه للليمف نود، عملت اكتيفيشن لاثنين سيل، قولوا لي في احمر وفي رمادي. بصوا بقى مين اللي هاجم اكتر، الاحمر ولا الرمادي؟ يبقى تتوقع الاحمر دي تي هيب فاي 1 ولا سي تي ال؟ سي تي ال، مش احنا واخدين ان السي تي ال هي اللي بتتاجر كويس. ده بقى ما هو قالوا لي بص انا مش عارف ازاي تورى دي على انها سيستميك لوبس لان دي كونتاكت ديرماتايتس برضه، واخدين بالكم؟ قالوا لي والله العظيم دي برضه هي تقريبا الست دي بتاعت كل حاجه. يعني جالها كونتاكت ديرماتايتس والراجل برضه كذلك؟ طب والراجل؟ خلاص خلينا على الراجل، ماشي هاتوا لي راجل، ادي الراجل اهو. ده كونتاكت ديرماتايتس. انا دهش لما هنقول واخدنا سيستميك لو. خلاص المهم خلونا على الراجل، بلاش الوليه دي اهي. ادي الراجل ده كونتاكت ديرماتايتس. علمنا من شكلها يعني؟ علمنا من شكلها؟ خلاص ابوس خلاص خلاص. بصوا بتوع الفارما خدوا لهم 5 دقايق واطلعوا من البيت، عايزين اول ما يطلعوا احنا نطلع على طول، ماشي؟ طيب بص الكونتاكت ديرماتايتس، قولوا لي اهم خليه السي دي 8 ولا لا؟ طيب التوبركولين اهم خليه مين؟ التي اتش. اما بقى الجرانيلوم مع التي اتش 1 في ماكروفيج وابيسيليويد وجاينت سيل وفيروس. ده سؤال اهبل. بي 7 كان انتر اكتويز اي كام 1 سي تي ال اي 4 سي دي 28 اي وبي بي وسي بي وسي اسم الله عليكم اي كام 1 وسي دي 28 كويس. بصوا بقى ده يا خالد مش اي كام، لا مش اي كام، انا قلت سي دي لا سي دي 28 واللي هي سي تي ال اي 4 انا قلت اي كام، لا معلش لا غلطه مني، اللي هي سي دي 28 وسي تي ال اي 4 ماشي. اوكي بصوا ادي البنكرياس اهو، بصوا بقى ادي الخليه السي تي ال اللي هي ضد الايلب سيل فحتم، وبعدين البنكرياتك سيل اهي مطلعه ام اتش سي كلاس 1 وعليه سيلف بالطيب، فهتقوم السي تي ال تهاجمها على طول. سؤال اهبل، مين السيرفس موليكيول اللي دايما تبقى مع التي سي ال؟ سي بي سي بالظبط، كل الباقي ده اي كلام. اخر حاجه بقى الاوتو اميون، بصوا الميكانيزم اوف سيلف توليرنس، مش احنا عندنا سنترال؟ قولوا لي سنترال ده بيتم في اي حته؟ في البرايمري لينفول ديورنج فيتال لايف ولا لا؟ طيب بنعمل نيجاتيف سيلكشن ولا لا؟ او ريسبتور ايديتنج، والريسبتور ايديتنج ده خاص بمين؟ بالبيليس. ما تخافش يا حبيبي. ادي اهو سنترال توليرنس اهو في الساينس، ادي الاماتيوتي اتعرفت على الانتيجن فحصل لها ابوبتوز السيلف فحصل لها ابوبتوز. البريفيرال بقى اول حاجه، قولوا لي ده في السكند الليمفويد ولا لا؟ طيب وبعمله ديليشن بس ولا انهبيشن وديليشن؟ انهبيشن وديليشن. بصوا بقى الميكانيزمات، اول حاجه انرجي صح؟ تاني حاجه اكتيفيشن انديوست سيل ديس، تالت حاجه ابنس انهبيشن باي تي ده فاضل واحده هيلفلسنس. الله ينور عليك. صوره بقى سريعه لكل واحده. انرجي الاول فاكرين الانرجي الناس اللي بتتكلم ورا، ما بيحصلش كوستيبيوليشن بالبي 7 والسي دي 40، دي رسمه ثانيه غير اللي عندهم. بصوا اهو مفروض في الاحوال العاديه البي 7 تدخل في سي دي 28، في الاوتو ايميون ما كانش فيه بي 7 مجازا يعني، وبالتالي السي دي 28 مفيش حاجه دخلت. بعد كده اجنورنس، فاكرين بتاعه السيكويستر انتش خلاص صوره. بعد كده تي ريجولاتور المفروض بتطلع مين ومين؟ انترلوك ال 10 وتي جي اف لوك. طيب هيلبلسنس اللي هو سيلف رياكتيف بي ما بتتساعدش بالسيلف رياكتيف. اخر صوره بقى
فاكرين الاكتيفيشن انديوسد سيكنس؟ عايز اقولها لك. بصوا كده، في الاحوال العاديه لما الانتيجين بريزنتنج بينشطوا التي بتطلع انتي ابوبتوتيك بروتين، فعمرها ما يحصل لها ابوبتوسيس. بصوا بقى الانتيجين بريزنتنج راح للسيلف رياكتيفيتي، عملت حاجتين. شايفين حصل ايه؟ كل واحده طلع عليها فاس وفاس ايه، فابتدوا يلزقوا بعض عشان يموتوا بعض. وكان قبل الكلام ده كان في برو ابوبتوتيك بروتين موجود مع الف سنه.